رح احكي نبذة صغيرة عن حياتي. أنا كنت بقول إنه أنا نجمة بتضوي، وأنا رح أخبر ليش أنا نجمة بتضوي بعدين شو صارت هذه النجمة. أنا خلقت بعيلة أم وبي وثلاث أولاد، أنا وخي وأختي. حياتي هي حياة يسوع، تشبه حياة يسوع، وسمحت لنفسي تشبه بيسوع بحياته. أول الكتاب المقدس ما ببلش بيكون حاطط نبذة عن تاريخ الأشخاص يلي الأجيال. وأنا حياتي بعائلتي فيها أجيال كتير، فيها من كل الطوائف، فيها من متعددة الجنسيات، فيها الناس اللي طلقت، فيها الناس اللي اتجوزت مرة تانية، فيها الأشخاص يلي خانوا، فيها الأشخاص يلي حبوا، فيها الأشخاص يلي دافعوا عن حياتهم، في من كل شيء. يعني بعدين عرفت هذا الشيء، بالأول ما كنت بعرف، كنت حس حالي إنه أنا لحالي. ليش عم خبر هذا الشيء؟ لأنه بحياتي بتفاجأ بكتير شغلات ما كنت بعرفها. ولح أقول شيء، إنه أنا ما عندي ذاكرة لطفولتي نهائياً. اللي بتذكره كم صورة أو كم شغلة كتير بسيطين وكتير قليل، وعدا عن هيك طفولتي ما بتذكر منها شيء. أكيد رح أخبر ليش. بس اللي بتذكره هن هدول الأساس، ما بعرف ليش، وصلينا على هذا الموضوع كتير. أمي منا لبنانية، أمي أرجنتين، فالعربي تبعولها كتير مكسر معمدة. نحن بالبيت ثلاثتنا، نحن الإخوة معمدين، أنا وأختي وخيي، هذه نعمة كمان بشكر الله عليها. بوع على حياتي إنه أنا خلقت بالقصف، وأنا عمري 48 48 ومني مجوزة. حياتي كانت شوي فيها كتير من كل شيء. لما خلقت بتقول مام إنه خلقت بالقصف بمستشفى، قعدت ما قعدت النهار كله، اضطروا يفلوا لأنه كان كتير قصف. ومن صغيرة إنه أنا صار عندي التهاب كتير قوي بديناي، قد ما بضل مسكر بعمل هيك، فما كنت ضليتني لعمر 13 وجع مستديم، ما في أشرب مي، ما في مي مسقعة، ما في أعمل ولا أكتيفيتي، وعلى طول في وجع، يعني على طول في بديناي، يعني ما بقدر أعمل إيرفون، ما بيشرب مي، ما بيشرب يعني ولا حتى أسمع الأصوات العالية، لأنه كان كتير هذا بيزعجني بيوجعني، يعني ما بنام كل الليل. بمحلات ما بتذكر عن خيي وإختي شي بصراحة، كيف كنت أنا وياهم، بس بعرف إنه أنا بحبهم هن بحبوني. كنا بمحل على طول كنا نتهجر، يسوع كمان بيفتكر تهجر وكان يهربوا فيه من محل لمحل، وأنا نفس الشيء، كانوا يحملونا من محل لمحل، من بيت لبيت. واضطرينا بالحرب كتير نقعد عند ناس، عند عماتي، عند عمومي، كل مرة عند حدا، عند الجيران، بالملجأ، whatever، اللي هو إنه على طول في عنا هيدول المشاكل بالطفولة. بي ما كان الشخص المثالي كبي يمكن، بس بقول إنه ربونا على المبادئ الأساسية بحياتنا، إنه كيف نحترم ونخاف، مش نخاف يعني نخاف ما نأذي حدا، ننتبه على مشاعر غيرنا، ما نكذب، نكون أمينين. يعني أنا هدول الأشياء بعدين اكتشفتهم شوي شوي. كان عطول بي وأمي في مشاكل، في خلافات، وعطول في صريخ. مثل ما قلت لكم، مام منا من لبنان، فما عندها حدا بلبنان، فكنت كتير تعيني مع بي، لأنه كان كل ما يصير في مشكل بده يقول لها تفل من البيت، وهذا الشيء ما بتقدر تعمله لأنه هي ما عندها محل تروح عليه. وكانت كتير بتخاف علينا نحن بنتين وشاب، إنه إذا فلت كان يقول لها إنه بدك تفلي، بدي أخذ البنات عندي وأنت خذي الصبي، لأنه هي ربيت مع مرت بي، لأنه أما توفت هي وصغيرة لما خلقت،
فبتعرف شو المعاناة إنه تكون مع مرتبي، ففضلت إنه ما عيني هذا الموضوع. ليش؟ لأنه أنا بعمر ال4 سنين أنا كل هدول الأشياء اللي بعرفها من الوثائق، مش لأنه عندي ذاكرة، يعني أنا بعرف إنه أنا معمدة لأنه في ورقة المعمودية عندي. بعمر ال4 سنين تقريبا أو أقل ماما بصير عندها شيء من نوع هستيريا، بعرف إنه بي يتجوز وما بعرف كيف بيتجوز، يعني صراحة هذا كله بكتشفه بعدين. وما كان ينام عنا بالبيت، وقليل ما كان يصرف علينا، كانت مام أكتر شيء هي اللي تصرف، وهي اللي بدها تشتغل وبدها تربي وبدها تعلم، وكان المفروض كمان بدها تساعده بالمصروف لحتى ياخد يصرف إذا بتقول على إخواتي وعلى البيت التاني. هذا الشيء كان يجرحها كثير لسبب واحد، اللي ما خص الاولاد بس انه نحن كان لازم يكون حياتنا افضل، لانه نحن نقعد فقراء بس اغنياء بالمسيح، بشكر الله انه انا مني غنيه فقيره. وهذا الشيء ما كانت تحرمنا من شيء، يعني هذه كمان نعمه انه ولا مره كنا بحاجه لشيء ونحس انه نحن محرومين، لانه كانت تقسم كل شيء على 3 وما ترضى انه ما يكون مقسوم على 3. بأيام المدرسة كنا نتعلم بنوتردام، كانوا يساعدونا على إنه معنا الورقة المعمودية. وهلا بقول لكم ليش أنا عم بحكي بهذا الموضوع، في ورقة المعمودية، لأنه بعدين بعمر ما بعرف ما بتذكر كثير أعمار أو تواريخ كيف، وأنا بعمل أول قربانة تبعيتي عن عمر 13 سنة، كمان من كتاب الإنجيل بعرف إنه أنا عملته بهذا العمر. ونحن وصغار كنا، لأنه عندي الصور يعني أعطيني إياهم عماتي، بعرف إنه كنا نروح نشعنين ونروح على أباك ونروح مرات لديس، يعني إنه في شيء حياة طبيعية إنه عم بعيشها، حياة مسيحية مثل ما بدي أقول. بس ما كنت بعرف شيء عن المسيح، عن يسوع، عن العذراء، عن شو عم بعمل. ما بعرف إذا بتذكر ونسيت إنه ناسي أصلاً. بعمر 13 بعمل أول قربانة، يمكن أول مرة بتناول جسد الرب، ونحن روم كاثوليك يعني ما مفروض تكون أنا بدي أعمل أول قربانة، وأنا هذا الشيء بعرفه بعدين هلأ بهالمرحلة، يعني بمراحل كبر عرفت هدول الأشياء. بعمر 13 اللي بتذكره هذه الشغلة الوحيدة، إنه بيعطيني لما كنا نعمل الكتاب بالمدرسة بالهونيك انه اقرا القراءه، بس ما بعرف شو هي، بس بعرف انه فرحت كثير انه اختارني انه انا اقرا القراءه، مع انه انا اكبر وحده فيهم، اختي اصغر مني يعني كانت بالعمر فيها تعمل، خيي عملها لانه عندي الصوره. بيجيني اخراج الايد تبعولي مكتوب عليه انه انا مثلي مني مسيحيه. هذه كانت اول شوك لإلي انه انا شو عم بعمل؟ شو عم نمارس؟ شو عم نضحك على مين؟ ليش عم بيصير هيك؟ والخلافات العائلية المستمرة مع أمي وبي، واللي كل مرة كل ما يصير في مشكل بده يشحط أمي من البيت، بده يضرب، بده يعيط، بده يسب، بده يعمل يعني كتير أشياء مش حلوة ليشوه الصورة يعني. كانت أمي تتحمل هذا الشيء بصبر كرمالنا، لأنه بتعرف إنه الواحد شو يعني يكون عم بيعيش مع مرتي، والكبش المحرقة تكون أنا على طول يعني. كان لازم بدي اروح على البيت الثاني، اختي ما بتروح، كانت كثير متعلقه بامي، خيي ما بتذكر شو كان يعمل يعني. لأن نكسر الشر تقول لي امي معلش روحي، انه تعرفي على اخواتك، انه معلش ما بيصير شيء، انه اوكي كل ما بده يصير شيء شارلوت اوكي روحي، كل ما بده يصير شيء شارلوت اعملي، انه اوكي انه، لانه كان بسبب بمشكل يعني. انا بقول حرام انه كنا عم نساعد بعض مش ضروري. لما صار عندي هيدي الفكرة انه انا مثل ما كانت امي، كانت اخذت الشوك انه بي يتجوز، و لانه هي بمحل كانت بده يجوزوها واحد غير بي، هي تهربت، فعطول كان يهتها بهيدي الجملة الا انه انت جيت لعندي واخبار من هذا النوع، فبالغنى انه واحد يحكي عن الموضوع. وبتصير أمي بدها تصلي مثل عند الإسلام، إنه بدنا نصلي كلنا يعني حتى إحنا تعلمنا،
انه هويتي هيك بتقول، انه ليش بدي انكر هذا الشيء. وبلشت انا اصلي واقرا بالقران وكون انه اللي بدي اعمله انه اكون حقيقيه. بس هذا الشيء كان على طول في عندي صراع جوا ما عم بقبله، ولفتره ما بعرف قديش كمان. وكمان في شيء رح اقوله وبتمنى هذا الموضوع رح يكون متحافظ عليه. انا صار معي عده مرات اتاك، وبفتكر الفهم كون كفايه شو يعني. فهذا الشيء اللي تعرضت له كمان خلق لي كتير اشياء، وهلا رح اذكركم اياها شو هي. وهون يمكن ما كان حدا بيعرف، ما بعرف ليش، لانه ما كنت بحكي، او لانه على وجع ديني ما بحكي، ما بعرف شو اللي كان بيمنع انه انا احكي. بعدين عرفت ليش ما كنت احكي. بمحل صار عندي نوع انه بقى بدي اكون ولا مسيحيه ولا مسلمه، ولا بدي امارس اي شيء، لانه حقيقه ما عم بقبلها وما عم تشبه قناعاتي اللي انا كنت مربيه عليها. ويلي في شيء جوا بيقول لي انه انت نجمه 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 بالضوء، بس بالضوء. انا على طول كنت الحق هيدي النجمه، هيدي النجمه بتقول انه انت عائله مثل عائله يسوع، فيها من كل شيء. هربت وتشردت كمان، عشتهم مثل ما عاش من يسوع. بعمر 13 يسوع طلع على الهيكل، أنا بعمر 13 وقفت، توقف في الزمن. بعمر ال بتذكر السيكوند عملته، بعدين فتنا على مدرسة رسمية ما بقى فيها تدفع الأقساط. خي تخرج من الجامعة وتخرج ودرس وسافر دغري، كان هو يعيننا كتير وبعده لهلا. وهلا بحكي بارت عن خيي داني وعن اختي معي. اللي صار انه انا بالسجون سقطت، لانه فت على غير مدرسه قبل ما انقل على الرسميه، نقلونا على مدرسه تانية لانه مدرستنا كانت للبيبي. سقطت بالسجون لانه ما حبيت، ما في حدا من اصحابي، وعم حس حالي لحالي، مع انه انا ولا انا شخص كتير بيعيش يعني بيحكي مع كل العالم، يعني ما بنطوي على حالي هالقد. بس الانطواء كان داخلي مش خارجي. بقوم لما اروح على المدرسه الرسميه برجع بعيد السجون، بدي اكمل الباك، باك 1 بكمله. قبل الباك 1 هدول كلهم عم بحكي لكم اياهم لانه معي شهاده فيهم، مش لانه بتذكرهم. برجع بذكر لانه انا ما بتذكر شيء من طفولتي الا اللي خبرتكم اياه هلا وبس. بقوم ما بدي اروح على المدرسه. كان وضعنا نحن كتير عم يسوق من سيء لأسوأ. بي ما بقى عم يشتغل، أمي بدها تصرف على بيتين وبدو بدها تعطيه مصاري، وكانت يعني كانت صعبة عليا كتير إنه بدها تربي 3 أولاد، وهونيك في 4 يعني 7، وما حدا عم بيعيلني يعني. وإذا إخواته يعني إخوات بي يعني عمومي أو شيء، إنه ما بعرف كيف كنا عايشين. وما بدي اروح على المدرسه، بشتغل كم شغله وبيجي يا امي، لانه كنت تشتغل مانيكوريست، كانت يجي لعنا كثير يعني نسوان مثل ما بقولوا. فحدا بيقول لها انه اذا بدها تشتغل بشركه بنتك على التليفون، قالت لها ايه انه هي شركه منيحه وكذا. قال ايه، فرحت توظفت بهذه الشركه. يعني انا سقطت صف، يعني انا يمكن كان عمري يمكن 17 18 او شيء هيك يعني. بتوظف على السنترال ومبين صغيره يعني انه شو جاي تعمل. مطرح ما توظفت، اللي حلو انه انا ذكيه، هذا اللي بعدين اكتشفت انه انا ذكيه، لانه طورت حالي بحالي بالشغل. وبلشت من التليفون، وكنا ندوم لساعه 2، كان في اعمل كثير اشياء بعدين، بس قد ما فينا يعني ضمن المحدود البادجت. يعني ما في كنا نصرف كتير لحتى اتخصص او اعمل ماجور تاني انه روح على اعمل شيء مهني. وهذا الشيء كمان من سبب الاسباب اللي خلتني كمان اتضايق كتير من هذا الموضوع، انه انا ما كمل تعليمي. كان يعمل لي كتير
عدم استقرار يعني، قلة ثقة بالنفس وكتير اشياء. حبيت اعوض هذا الشيء بغير طريقة، اعوض النقص اللي عندي. رح اقولكم شو خلق لي هذا الفايت الطفولية، شو خلقت عندي من اشياء. وانا ما نحت عند حكيم نفساني، ولا حكيت قصتي لحدا، ولا شاركتها مع حدا. لصار عندي انطواء على الذات مع انه عكس شخصيتي، لصار عندي قلة نفس، قلة ثقة بالنفس، صار عندي عدم استقرار، بتمرد، ما بيعجبني شيء، يعني كل شيء بدي اقول لا عليه شو ما كان، لو كان صح بدي اقول لا، يعني كأنه بدي اثبت رأيي. عندي كانت كتير بدي ابني جدران، يعني في حاجز بيني وبين الآخر، عنده حدود لو شو ما صار ما في يتخطيها معي، انه ولا عن مزح ولا عن غير مزح يعني، ولا عن جد ولا بأي طريقة. وكان في عندي شغلة انه سوري على التعبير، ما في حدا يدق يعني، حدا يعني يحط ايده على كتفي او شيء، كان ممنوع يعني هدول الاشياء. وكان في عندي نقص كتير بالعاطفة وبالحب وبالعائلة اللي هي أهم شيء. وكنت على طول بدي أهرب، ما كنت ضلني محل واحد. وأنا بالشغل، أنا صرت 28 سنة بشتغل بالشغل، على طول في شيء لازم أسمعه لحتى ما أفكر، لحتى ما أقعد يتجي على راسي شيء أفكار أو شيء شغلة أقعد أفكر فيها. بدي أسمع شيء ما بفهمه، يعني إنجليزي على قد الفرنسية تبع زيرو كان، فحط انجلش لانه ما بفهم شو عم يحكوا، بس موسيقى، بس اكيد مش موسيقى الروك والاشياء، بس بحب الموسيقى يعني. الموسيقى كانت تعطيني حياة، وكنت على طول بدي اتخبى يعني، ما كنت اظهر حالي باشياء انه انا، لانه ما في خبر عن حالي شيء، فضلني اسكت. وكان عندي شغلة كتير بشع كمان، انه وجعي على طول بالارض، ما كنت ارفع راسي، انا ما كنت جلس كتافي ولا ارفع راسي. كانوا يقولوا لها لامي انه لازم نروح عند حكيم، يعني انا اروح عند حكيم انه، او شوف شو بها بنتك هيك بتضلها هيك او شيء. ولانه امي عربيتها مكسره، فانا بلدغ بكل الاحرف الابجديه، فما كنت اعرف اقول حتى الشين لاسمي هالقد. ف بالمدرسة كمان كانت مش إنه كسلانة، بس على طول في حدا لازم يعلمنا، لأنه ما في حدا يعلمني، يبدو يعلمني يعني. أمي ما بتعرف أنشأ تقرأ عربي شوي يعني، وبتكتب، إنه ما في حدا يعلمني، هول لازم أنا أتعلمه لحالي برأي أمي، إنه أنا لازم أعرفه، وأنا كيف بدي أعرفه؟ كان في عندي فراغ داخلي كمان. أنا أخبركم هدول الأشياء اللي أنا عانيت فيها بطفولتي وحملتها معي كل مسيرة حياتي. كان عندي الهوية الضايعة اللي قلت يوما ما أنا مش هتجوز مسلم، حتى ما يتجوز علي مثل ما عمل مع أمي، وما بتجوز رجال إنه يتعذب معه، يا بده يكون حاسسني إنه أقدر عايشني عيشة كريمة، يا ما بدي، لأنه نحن كنا متشارك يعني، أنا باخذ المصروف وبدي ادفع بالبيت، وبدنا نشارك كلنا لحتى نقدر نكمل نعيش. وكان في عندي مثل ما قلت لكم فشل بدراستي، وفي كتير انكسار، انكسر قلبي مثل ما بيقولوا كذا مره، لانه بعلاقات فاشله اكيد، لانه ما كان حدا يفهم انا شو بدي، ويمكن ما كنت اعرف اشرح لهم انا شو بدي. مشان هيك هذا الشيء طول معي كتير لحتى أنا أفهم أنا شو بدي، بس أنا عارفة شو بدي، بس إني مش عم يعرفوا ومش عم بعرف أشرح لهم أنا شو بدي. وكان في جفاف وانشقاق يعني هيك، وكل هول ما حدا بيعرف شي عني. أنا رح لكم شي، إنه بالجروب البريير كلهم انضميت لإلهم، وكل العالم اللي شاركت معهم حياتي يعني اختباراتي، نسبة كتير قليلة اللي بتعرف من شارلوت. بتعرف هذا البارت اللي عم خبركم اياه هلا. في شيء بعد بدي اخبركم اياه قبل ما انتقل لشغله ثانيه كنت عم بحكي، لانه في اشياء في نجمه واللي بدي اقوله، انه لما بالشركه صرت اتطور، ومن بوست مش بوست يعني، من ديبارتمون لديبارتمون، فتعلمت كل شيء يعني، كل شيء صرت بعرف
هي الخبرة، وبشكر الله إنه هذا الشيء ساعدني لإلي لحتى إنه أعمل كارير لإلي، إنه أنجح بشيء حتى ما أكون إنه من كل المحلات محطمة هالقد. بقوم هلا بعد ما في شيء كمان نسيت أخبركم إياه. بعمر 18 كنت توظفت، بصير في مشكل كتير كبير بالبيت بين أم وبيي، وماما كانت لنا تقلنا إذا لا يصير عمرنا نحن 18 أو 21 يمكن إذا بدها تطلق، وبيسألونا بالمحكمة لأن هي تجوزت بالمحكمة مش بال ما تكللت. بقوم بقول لا، إذا سألونا إنه نحن بعمر بحق لنا إنه نحن نختار، فبيصير في مشكلة. هنا على طول كان في مشاكل، مثل ما قلت لكم ما كان بينام بالبيت، يعني اذا كان بيجي كنا عن جد بنحس بفظاعه مش طبيعيه، لانه مش معودين اول شيء انه يكون في حدا، وخيي كان خلص مش موجود كمان، فانا وامي واختي كل الوقت كل شيء بنعمله سوا يعني. وبيتنا كانت بيتنا صغير يعني، منه بيت كبير، وبيت تعتذر على التربية إنه بشارك إنه حدا يجي عليه، فهذا الشيء كمان خلق لي كمان عقد كتير. بوقتها نترك البيت ومنصير كمان من معاملة بدنا ندور، بندور بليلة ما فيها ضوء قمر، إمي خلص بتقرر إنه فلينا وتركنا البيت، وصرنا كل فترة نستأجر بيت لحتى نقعد نوم نلاقي، ما بعرف كيف بتلاقي هي. بلاف هون بالشغل صرت بغير بوستات، صرت بغير ديبارتمون. هونيك نهار بيجيني تليفون من بنت عمي بتقلي انه بيك توفى. قلت لها مين توفى؟ قالت لي بيك. كان احنا تركنا البيت وبقى بنتعاطى معه يعني، وحتى كنت خاف مرات يا رب قوم يجي شي مرة على الشغل يعمل لي شي مشكل هونيك يعني. كنت صلي بس ما بعرف لمين كنت صلي يعني. قالت لها، دقيت لخيي قلت له انه الباب توفى. قام اجا خيي عمل اللازم وتقبلنا التعازي عند عمي. وكانت بالشغل، لخبركم ليش عندي حياة، كنت ما بعرف لانه كان عندي انفصام بالشخصية هالقد، كنت ما بعرف بالشغل كنت كتير جو فرح جو حياة، وعطوش في اجواء الميلاد لانه كانوا اهل بيوتهم 90% مسيحية، فكان هذا الشيء بيريحني لأنه بس ما كنت أخذ قرار إنه أنا شو بدي أعمل، مين بدي أكون. منتظرة فارس الأحلام السعيد اللي أنا وياه نكمل حياتنا، بس هذا الشيء ما صار. فبقول نشكر الله لأنه صار عندي فارس أحلام أحلى بكتير. بقوم على طول في نعمل الاجتماعات واللقاءات، ومين بده يقوم بهذه المهام غيري انا يعني، كان عم جمع كل العالم مع بعضها. وعلى طول في كيف بعمل هلا نفس الشيء، هذا عملته من انا وصغير يعني، بهذا البارت من حياتي حبيته. يمكن عم بعود عن شيء بهذه الطريقه لحتى بين بشي محل، لانه على طول مثل ما بقولوا ما حدا بيشوفني يعني، ما حدا بيقريني او يمكن لانه انا مش قاريه حالي، بفتكر انه العالم ما بتقريني، ما كنت اعرف شو السبب، بس انه عود عن هذا الشيء وحب اعمله، بنبسط انه عم بعمله، نروح لقاءات، نسهر، نعيد بعض، حدا يتجوز، نركض كلنا سوا. ف كثير من الاشياء الحلوه اللي اختبرتها انه عشت هذا البارت. لما بيقولوا لي توفى بيي، على الأثر اللي كان عامله بحياته معنا، على اللحظة اللي حسيت إنه بدي أزعل ولا بدي أبكي، سوري بدي أزعل ولا بدي أفرح، ما عرفت شو الشعور. بس اللي حقلكم إياه إنه كان شعور كتير بشع، إنه بهيدي اللحظة بتحس إنه انكسرت نهائيا، بطل فيها يعني، صحيح اللي عامله كتير بس خلص بطل في بي. وكان وجوده او عدم وجوده هي ذاتها يعني، ما كان بقدمني ولا باخرني، بس هالقد حسيت انه صرت وحيده بكل معنى الكلمه. ومن بلشت من العمر 13 تقريبا، رجعت شوي لورا لانه من قبل ما صار معي الاتاك، وانا ما بقى بحكي، ما بحكي الا الشغلات اللي هيك عابره،
لأنه ما عندي شيء بيت أحكي فيه، ما بيعنيني شيء أحكي فيه، ما بيعنيني شيء بالحياة له قيمة عندي، كان مادية ولا معنوية ولا شيء، ما في شيء بيجذبني. وكنا بالشغل تعرفت على صديقة كتير، صديقة طفولة مثل ما بقولوا، بس صديقة من هذيك الفترة وبعدها لهلا وبشكر الله عليها. وعلى طول كانت حضنتني، يعني كنا بفترات قلنا نروح صلي، نطلع مع شربي، يعني بتعرف قصة بتعرف هذه القصة، فعلى طول تقول لي هيك انه ما عندي شي شارلوت وكذا. فانا اوكي اول حالي انا يعني، وعرفتني على مار شاربيل، وكنت على طول اطلع اصلي بمار شاربيل. هلا رح بلش بالبارت شوي احلى، شي سيستانس اكثر، لك بينوا رجعت ضحكت هلا. فعرفتني على مار شاربيل وطلعت اصلي بمار شاربيل، وما عندي ما بعرف شيء تاني. وكان بمرات انا بقول، بس انا كل شيء حكيته انا ما اعترفش فيه، حتى ما حدا يفهمني غلط، انه كيف تناولت انا ماني معترفه او ماني مسيحيه او مسلمه، بس انا مسيحيه، بس ما كنت بعرف شيء نهائيا. بس لما كنت اتوجد بقداس كنت اتناول، يمكن هذه النعمه كانت ربنا يعطيني اياها ليحضر بقلبي بدون ما انا اعرف، ورغم انه انا ما كنت بعرف انه هذا غلط اكيد، بس ربنا هو بيعرف هذا كان لمجده مش لإلي، لحتى هذه النجمة ترجع تلاقي طريقة. هذه النجمة كان ضل يشوفها لو كنت صوم مع الإسلام أو كنت صلي، ضل يشوف هذه النجمة، هذه نجمة المجوس أنا، مع انه ما بعرف شيء عنهم كانت، ولا بعرف شيء عن يسوع ولا بعرف قصته. كنت انطر اكثر شيء لما تطلع القصه اللي تطلع يسوع نازاريت، احضرها وابكي كل ما افتح الانجيل تبع اول قربانه تبعي اقرا، ما افهم شيء، سكره، ما عم بفهم شو عم يحكي ولا كلمه، انه كيف الفيديو المسلسل انه اللي بحطوه على التي في، وين بيحكيه بالانجيل، ما افهمه، ما اعمل، ما عارف شو عم سكر الجيل، يقول لا خلص خليني اعيش هيك، مش عم بفهم شيء انا، من غير شيء انا ما بفهم، من غير شيء انه انجا اعيش، يعني بقول نشكر الله. ف كملت حياتي وبعمر انه انتقلت من هذه الشركة بعد 14 سنة. بدي اخبركم شغلة صارت معي بهذه الشركة كمان. قوم حدا من الزملاء بضيع مصاري تبعوله، بقول انه انا اخذتهم وبياخذوني على التحقيق، وبصير في اشياء من هذا النوع. وهون كمان بعد مره توقف الخبريه هون، مع انه انا مش انا اخذتهم، انا بعرف حالي شو يعني اذا عايزه مصاري بقول مش بدي اخذهم، بيقولوا على غير فرع انه كقصاص، لانه انا بنت هيدي العائله، بنت هيدي المؤسسه، انه ما فيكم تعملوا هيك. وهناك كان بمحلات أقعد كل الوقت ما يعطوني شيء، إنه قصاص إنه أنا فل، بس أنا لوين بدي فل؟ أنا ما عندي شهادة لحتى أروح أتوظف في غير محل، ما عندي شيء أعمل، يعني مجبورة أتحمل، يعني إذا شو بقعد بخلقتها لأمي إنه أنجأ عايشين نحن. بقوم بتحمل كل شيء، وبيرجع بيجيني الشانس إنه أرجع أتقدم بالشغل، لأنه الكفاءة الوحيدة اللي كانت عندي إياها وهذه الأمانة اللي بقولها وبشكر الله عليها، أنا كنت كتير أمينة على اللي عم بعطيه بالشغل، على الوقت، على النظام، على كل شيء بعطيه من طاقتي من قلبي. كنت أحب الشغل وأحب كل حدا يطلب مني شغلة أعملها من كل قلبي، ما بحب إنه لا، ما بحب كذب. يعني إذا أنا بدي أروح لمحل كنت أقول لهم بالشغل أنا رايحة على هذا المحل، ما بحب كذب. لما بقول إنه أنا ما عملت شيء طايش بحياتي، وأكيد هذا الشيء كمان أثر علي كمان سلبي، بس هذا الشيء طايش اللي عملته بحياتي لكتير أسباب. سبب منها إنه ما كان في عندي الوعي إنه أنا شو عم بعمل، والسبب التاني إنه هذا الشيء ما عندي إياه عادل، يعني مسموح انك تعمليه، لانه هذا الشيء مش غلط، لانه ما تعودت انه هذا يكون غلط، لانه صار صار. فمن هونيك ورايح بالشغل بتقدم،
وبنشكر الله على هذا الشيء، مع انه ما كان معاش كثير، بس بقول انه شو ما كان الحمد لله. بمحل وصلت لمحل انه كنت صمت اذا بدي اروح سافر، لحتى انا ما كنت اخذ فرص لانه كان عندي كثير ضغط شغل وبعده لهلا، وهذا الشيء كثير حلو بالنسبه لي. انا بحب اعطي الشغل، اعطيته يمكن دور الاول بحياتي. بقوم نسافر مع رفيقتي اللي خبرتكم عنها، وكانت على طول تقول لي كلمة واحدة: شارلوت، عيش الحياة بالملء. وأنا ما كنت أفهم شو يعني عيش الحياة بالملء، وأسألها شو يعني عيش الحياة بالملء. بقوم هي هونيك النهار بتقول لي هي كثير بتحب سانتريتا، وصلي لسانتريتا شارلوت إنه بركي، وهي شفيعة المستحيل. شفيعة المستحيل أنا كانت بالنسبة لي إنه أتعرف على حدا نحبه ويحبني، هذا كنت اللي أطلبه، يعني إنه هذا الشيء كتير لإلي إنه انحب أكثر ما إنه أنا أحب. انحب ما بعرف كيف، بس انحب أو حب بس بطريقتي أنا مش بطريقته هو، لأنه أنا عندي طريقة بفكرة هيك بدي انحب. ما كان حدا يفهم أنا شو بدي، ما أنا واضحة كتير باللي أنا بدي إياه. وهلا بقلكم ليش، قد ما كنت صلي لسانتريتا وصلي كثير، يعني انا ما بحب صلي تسعويات، يعني ما بحب شيء طويل تسعويات، انه صليت لها لسانتريتا. كل مره يصير انه تعرفت على حدا ما يمشي الحال، فشلت لها خلص بقى بدي ما رح اجي لعندك، وانا زعلانه كثير منك وما بدي صلي لك، بس ضليت يعني بقولها هيك، بس ضليت نصلي لسانتريتا وانا مش عارفه ليش عم صلي على لسانتريتا كل هذا الوقت. في شغلة نسيت أقولها من الأول، بس منيح إنه قلت لكم هلأ هون. أنا بالتمانياج هذا ما في حدا من عائلتي موجود، بس رح أقول لكم الآية اللي امبارح فهمت شو معناتها، لأنه مش كل شيء بالإنجيل بتفهم شو معناته إلا لتعيشه. أنا الإنجيل عشته واختبرته ما قريته، وأنا رح أخبركم كمان أشياء بعد. بتقول عند متى 12:48 بقول: فأجابه يسوع: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ وأشار بيده إلى تلاميذه وقال: أنتوا اللي عم تحضروني هلأ واللي رح يحضروني بعدين، واللي عم تحضروني أنتوا هلأ بالأخص، هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. أنتوا العائلة اللي أنا ما في حدا من عائلتي اليوم عم يشارك التمويه. وبعد شغلة واحدة قبل ما نقول الصفحة الثانية، أنا بغلاطيا بقول: أما أنا فلا أفاخر إلا بالصليب ربنا يسوع المسيح. فكل شيء عم بقوله أنا هلا ما بفتخر فيه بشارلوت، إنما بفتخر فيه بيسوع، شو عمل من هون وبالرايح بشارلوت. وهون رح تكون البارت يلي قررت أنا أشتغلها مع يسوع. لما بلشت صلي لسانتريتا، أنا ما كنت بعرف على شو عم صلي، بس كنت عم صلي لها، يعني عم دور على شيء قديسين بعد لا يكون أصلا. ومع شربل، بس لأخبركم مع شربل شو ما يصير معي، وبالمشكلة اللي صارت معي بالمكتب، طلعت عند مع شربل وكتير صليت له بهذا الوقت. وأهلي يعني أنا بشكر الله، أهلي ما تركوني، أمي وأختي وخيي، ولا مرة تخلوا عني، ولا مرة ما كانوا واقفين حدي، ولا مرة ما كانوا حاضنيني، مع أنه هني ما كانوا بيعرفوا. مرة واحدة قلت كلمة واحدة لأمي أنه صار شيء، وأنا سكرت على الموضوع وصار في صمت من هذيك الوقت لهلأ. هلا بعد ما بحكي بالموضوع، مع انه هن بيعرفوا، ولا مره فتحت الموضوع معهم ولا باي موضوع من هالمواضيع اللي عم بشارككم فيها هلا. ليش؟ لانه بفتكر علينا بما فيه الكفايه لحتى نحكي بمواضيع، لانه نحن بقول انا يعني حرب
ومشاكل وكتير أشياء مش حلوة بالحياة، ف بزيادة هلأ بتحمل على غيري كتير بقى. بس اللي بدي أقوله عن خيي إنه إذا في خي بيعمل اللي عمله لإلنا، لأنه كان يصرف علي وعلى البيت التاني، كان ضل واقف حدنا، ضل حقنا بيشتغل ولا مرة تخلى عنا، وهو جوز وصار عنده ولاد بس ولا مرة ما كان يساعدنا. حتى لما كنت بدي أسافر كان يدعمني أكيد، لما معوش شي كنت أقله، والماما كمان وأختي. فبفتكر إنه أنا الوسطى، بس ولا مرة ما كانوا حاسسوني إنه أنا مدللة بالبيت وبحبوني، بغض النظر لأنه أنا كنت كتير عدائية، لأنه قاطع بكل اللي خبرتكم إياهم، فما كان في عندي استقرار بحياتي. فكر حالي إنه أنا عندي مرض، إنه أنا مريضة، إنه أنا بحاجة لحكيم، بس أنا جوا بقول إنه أنا مني هيك، في شي جوا بيقول لي إنه أنت نجمة، نجمة بتضوي، وفي شي جوا يعني في شغلات الحقيقية، ورح أقولكم مين الشغلات الحقيقية. هي هاي، شفتوا هاي شغلات، شغلات يلي يوم من الأيام أنا تركت الشغل اللي كنت أشتغل فيه، لأنه خلص إنه عرفت كل الديبارتمون، بحاجة لشي جديد، بنقول على الشغل اللي أنا موجودة فيه، وبشكر الله كمان بأنا الشغل اللي أنا موجودة فيه كمان آمنوا بقدراتي وسلموني. يعني إذا كنت بدي أحلم يكون عندي اللي عم بشتغله بحياتي كلها، لو كنت دارسة ما كنت بعمل اللي بدي أعمله هلأ، لأنه بقول أنا منيح ما كملت دراسة، لأنه كنت شخص كتير مغرور بحاله، وما بعرف ليش عندي هذا الغرور، إنه شوف بحالي بكتير أشياء، وعندي هيك كبرياء داخلي، يعني عشو ما بعرف، إنه ما عندي شيء بدي أتكبر كمان، إنه شكر ربك إنه كنت، يمكن كان أنه كان عندي بوظيفة الصلاحية إنه أخذ قرارات، فهذا الشيء خلق لي السلطة بمحل ما. هو لأنه كمان عندي شخصية سمحت لي إنه أقوي حالي. أنا بنيت الشخصية، بس أكيد بنيتها غلط، بنيت شخصية اللي لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، يعني هذه الشخصية العنيفة اللي هيك على طول مستنفرة، على طول بدي واجه، على طول بدي، ما في شيء بيعجبني. بقوم أنا كنت كل فترة أسافر على بلد، مثل ما قلت لكم لما نقلت على الشغل الجديد انه في جار كان شوي اكثر، وهيك وانا معيش كل مراحل الطفوله تبعيتي، فبلشت انه عم بكتشف شيء جديد، يعني الحياه صارت عم فيه انه في ناس هيك جان فينا نروح سوا، غير انه هنيك مجوزين كانوا اكبر مني بكثير. لحقيكم شو عملت وكيف كان يسوع عم بحضرني لاشياء انا ما كنت بعرفها. إنه رحت ب 2008 زرت وين اتعمد يسوع بالأردن. أنا ما بعرف السنين، أنا رجعت لما بعت أنطوني إنه هو كان بالأردن، أنا كنت بالأردن، فرجعت على الصور اللي هونيك بتشوف صورة إنه حدا رجع عمدني، مع إنه أنا معمدة. وبال 2010 و2009 رحت على براغ وعلى معلول، عم بعطيكم إياهم لأنه كيف كان عم بعرفنا عن حاله يسوع أنا ما بعرفه، لأنه طلبت إنه أعرفه بس ما كنت أقرأ الإنجيل، ما كنت أفهم شيء. بال2011 يمكن أو 2012 بتقلي رفيقتي بدك تروح على ميديكورية، إنه أنا كل ما يروح أنا كان على ميديكورية سنة بالشغل، بيجي بيقول لي بيعطيني شيء، وأنا ما بعرف شو يعني ميديكورية، يعني ما بعرف صلي، إنه كيف بدي أروح على ميديكورية، يعني أنا بدي بالنسبة للأب والابن ما بعرف أقولهم، يعني إنه بس انا كان في جوا بيقول لي انه بليز خلص شارلوت اعملي شيء جديد، انه انا زهقت، انه شو هالحياه هيدي، شيء ممل على الاخر، الواحد بيقوم بيروح على الشغل وبيظهر وبيسهر بيسافر وبيجي وبيرقص، انه كل الاكتيفيتي السبور انا عملتهم كلهم، يعني شو ما بدكم اكتيفيتي سبور، كنت بحالي من الطياره نازل بالباراشوت تحت البحر فوق النهر، كل شيء ما مخلي شيء مش عملته، انه شو الله معنا هون كلهم ما بقدموا ولا باخروا، انه بتخلصي وبتفلي مش بدك تكملي، وبدي اعمل شيء جديد. قالت لي بنروح، قلت له اوكي.
وصل على المطار أنا بال2011 امبارح بهالفترة هاي. شوف الصورة، ولما كان يقول لي أسعد أنا ما كنت صدقه. كان يقول لي آخر الرحلة، قال لي نورت، إنه هيك شو نورت، إنه أنا منورة يعني. بس لما طلعت بهذيك الصورة وطلعت هلأ فهمت شو يعني نورت. فهمت قديش كنت مسكرة على حالي، مش وجهي أسود بس قديه مسكرة، يبوسي مش طبيعية. ففهمت شو يعني منورة، بين وجهك. بتذكر بهذه الرحلة بيجيني الإنجيل عن ابن الضال، يعني أنا ابن الضال يعني إنه ما بعرفه، أكيد ما بعرفه. كنا بالبيس كان يصلي المسبحة، لا لا شيء شو عم بيعمل؟ قلت عم يصلي المسبحة. قلت له شو يعني؟ قالت لي تعليني مسبحتي. قال يمكن بتذكر أبانا وسلام، إنه ممكن أتذكر إنه، بس إنه ما كنت حافظتها نهائيا. قالت لي إيه؟ فصرت صلي معهم إنه أوكي شيء حلو، بس إنه ما كنت أتعاطى مع حدا لأنه أنا رايحة أنا ورفيقتي بس، وما بنعرف حدا. كنا بنعرف رفيقتي بتعرف حدا من الجروب. وقالت لي لما شفتني زوية على المطار، قالت لي انت عارفة انه انت جيتي لهون بالشانس؟ قلت لها ليش، ما انا حاجة. تعمل لي لا انت منك حاجة، انت حاطينك على الويتنج ليست لانه في حدا كان بده يسافر محلك وما قدرت تسافر. هلا بما انه انا مع باسبور اجنبي، فاستغربوا وشوفوا كيف إنه ربنا بأفشل بأضعف إنسان على الأرض مع باسبور. ما بعرف كيف ربنا ما بيسكرها من كل الميلات، بضله فاتح مجال وأمل لأشياء. بقوم بتقلي هيك، أنا هذه ما بتذكرها، هذه الجملة بدي أقول لكم إياها هلا. بتقلي إلا أنا إنه بالمعقول بدي أقعد 7 أيام عم أصلي؟ بتعمل هلا بتشوفي إنه أنا استغربت إنه شو بدي أقعد أعمل 7 أيام؟ إنه أنا ما بعرف الأبانة، إنه غيري يمكن إذا إجا ممكن، بس أنا ما بعرف. لما إجاني الابن الضال قريتها للابن الضال وفسرت لي إياها رفيقتي مرلان، ما بعرف إذا نحن معنا، قالت لي فسرت لي، ما بعرف إجا على قلبي دغري إنه دق لأمي وخبر إنه إلا باردون، مع إنه قالت لي لا ما بدي إلى بالليل، بدي إلى على بكره. ونحن لما وصلنا اول نهار على نبيكوديا في هذه الليله، كان معنا بير جوزيف الله يوجه له الخير. في شيء بس اخبركم اياه، قبل ما اسافر على ميديكوريا وقبل ما اسافر على قبل ما اعرف عن ميديكوريا، كنت صلي كثير انه يا رب انا احب اعترف. وقد ما كنت اطلع كثير على مشاري بقول له انه بدي ابونا اعترف عنده، ضروري انه بدي احكي، ما بعرف كيف، بس انه بدي اعترف لانه هيك 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 بلشت اعرف. بقوم طلبت شغله كمان، قلت له يا رب بهالسبع مليار اللي بالوجه بالكون كله، معقول ما في شخص واحد يحبني بدون ما يسالني ولا سؤال مين انت؟ إنه معقولة بهالسبع مليار إنه أنا عندي صار لي بتعرف على ناس كله بدهم يعرفوا تاريخ حياتي، بدك تقعد تشرحيلهم، وأنا ما بدي أحكي لأنه شو بدي أخبرهم إنه هيك اثنين، وشو بدي أحكي لأحكي. طلبت منه هذا الطلب، وبعدين عرفت مين، بفتكر أنتوا كمان عرفتوا مين. لما وصلت على ميديجوري قبل ما كنت صلي، كنت اطلع على مشارب كتير واطلب منه انه كل ما اشوف حدا، مع انه ما كنت صلي انه مشارب، كنت اطلع صلي بس ما كنت انه اروح على القداس او شيء، بس اقول بركي بشوف شيء ابونا هونيك او شيء. ما كنت اتوفق، او يمكن ما كنت اسعى زياده. بقوم بوصل على هونيك على الطاوله المستديره بميديجوري، وبقول ما عم يحكي عن سر المغفره والغفران والمسامحه، وانه فيك ما تحكي اللي بدك اياه وتعترفي، وشو أنا بدي أعترف عندك. تاني نهار دورة قليلة لأبونا 3 مرات، انتو كلكم تعرفوا ميديكوريا برامج الساحة، 3 مرات للاقيه عندي أعترف عنده. خلص بصوصة بوصل لعنده للأبونا، أول ما وصلت لعنده قال لي كلمة الوحيدة اللي قال لي إياها وبلشت أبكي، وعم خبره كل اللي عم خبركم إياه. قال لي كلمة واحدة، أنت سمحتي؟
طلعنا بقول الله يسامح مين ما كان يكون، قال لي لا بديك تسامحه. شو بدك تسامحه يعني؟ هيدي الصلاة اللي كانت عم تعملها سانت ريتا اللي كنت صلي لها اياها، هي اعطتني القوة والقدرة لحتى اقدر سامح بأقل من 3 أيام. بيكون في الصلاة بالساحة على المسبح والقداس والسجود. قلت لها شو أنا بدي أروح؟ روح عند على المدافن عند بيرس لابكو، بقعد قدامه. وقررت إنه ما أحكي هذا الشيء بقلبي، أحكي على صوت عالي، بخبي البيي كل شيء صار معي. ولكنت قلت له إنه أنا مسامحته، قعدت قدام بيرس لابكو هيك، لتطلع مني الكلمة، لتطلع مني الكلمة إنه أحكي. كانت بالأول أخذت معي وقت كتير، بس رجعت قلت له إنه أنا مسامحتك، ورجعت كملت القداس والمس. بس أخذ معي وقت لحتى أروح على بيرسلافكو، إنه بشتغل من الاعتراف على بيرسلافكو لحتى أفكرها. وخبرته الأبون، على الأبون يمكن ما كان كتير عنده كتير ناس، يعني مش رح يقدر يكون فاهم شو عم بيصير معي يعني، وحال ما حدا بيقدر يعملها بهالسهولة هذه. بلكم إياها مزبوط، بس هالقد كان الرب حاضر لحتى يحضرني، لأنه أنا عندي كان الرغبة بس ما كنت بعرف كيف ليكون إنه أنا أتحرر بهذه الرحلة. مثل ما بتعرفوا بيطلعنا اسم قديس كمان، وهدول القديس كل مرة طول عندي مرة قديسة رفقة سانت أنطوان دو بادو وماشامبل. هلا الباقيين ما بتذكرهم، وفي كمان زي أهلا لسانت تريز. ومثل ما قلت لكم إنه أنا شخص ميموار تبعيتي زيرو، فأكيد ما بحفظ، أكيد ما بركز كتير على الحفظ، فما في أحفظ كتير أشياء. هذا عامل بلوك الميموار تبعيتي. القديسة اللي حخبركم شو عملوا معي هو ثلاث أشخاص قديسين بحياتي، رجع أكملكم شو صار كمان معي بحياتي. سيستانت حياتي القديسة رفقة لما كانت يطلع لها إنه هي بتصلوا للأشخاص اللي مرضى بالكونسير، أنا قال له إنه أوكي، كان في معنا حدا مريض بالكونسير، إنه طلعت على القديسة رفقة وصليت له بعمل بون أكسيون إنه جيب معي تراب، اللي هو بيعملهم هول الأشياء. بس اللي فهمته هي مش عم تعملهم لأنه هي عم تعملهم كرمالي أنا. أنا كنت مريضة بالكونسير، هذا المرض الخبيث يلي بياكل كل الجسم جوا، كل الفكر، كل القلب، بخليك تصير هيك بسكر كلك سوا. كان بدي ايد عجيبة تقدر تحرر هذا الشارلوت اللي جوا، هذا الطفل اللي جوا، هذا النجمة اللي جوا. وانا هونيك في عائلة كمان تعرفت عليهم من ميديكوليه، كان في ريسيتال هونيك لجمانة مدور، وبيخص ريسيتال، وهن بيقولوا إن هن كل سنة بيناموا بالكابيلا اللي هونيك. وهذا أعطاني opportunity لإلي إنه استمعت لحالي إنه نام معهم، وبنام على الأرض، وهن كان معهم شيء حتى أكلت ودقيت لهم قلت لهم أنا مش راجعة على البيت. ونمت تحت المسبح بالكابيلا هونيك. سان أنطوان دو بادو لما طلع لي بقول روندرمو سكيا أموا، كانوا يفكروا إنه كلمة تشفع زي بتقول بالعريس مع احترامي للكل، إنه أوكي، بس مش هذا كان هدف تبعولي. في ناس كتير صلت على هالنوية والله استجابهم، بس لقالي كان إنه روندرمو سكيا أموا، روندرمو سكيا شارلوت، ضد شارلوت. ما شربي الحديث هلا، أنا وقت ما بلشت أروح على ميديكوريا وأنا ما بطلع مع شربل، لأنه ما شربل قصة معه طويلة. ما شربل قد ما زهقته فطلعت لعنده وضلني أحكي وأحكي وأحكي، قال لي آخر شيء أنا بدي أبعتك عند حدا
حاشتجي لعندي لأنه وجعت لي راسي، بعتك عند العذراء. نروح عند العذراء يعني أكيد ما بعرف روح عند العذراء، فبعتونا عند ميديغوريا. لما وصلت على ميديغوريا يعني أكيد العذراء بتعرفنا على يسوع، ويسوع بيعرفنا على الآب، بيعرفنا على روح القدس، بعدين بيعرفونا على الآب. سوري أنا رح أطول شوي، بس بفتكر صار لي 48 سنة ساكتة، صار الوقت إنه أحكي وأشهد. أشهد إنه قال إنه يسوع حاضر، أشهد إنه يسوع اشتغل. أنا أقول كنت ميتة، كنت ميت ويسوع أعطاني الحياة. بشربل كل يوم هلأ صلي بالكتاب السري تبعه لما أطلع بالسيارة، صلاة تريتي اللي بقولها كل يوم، اللي ما وقفت أقول أنا ما تعرفت عليه لهلأ، لأنه ما بدي عريس إلا يسوع، ما بدي حدا بحياتي إلا يسوع. يا رب تعطيني قد ما بستاهل، تقبض عني ولد الحرام، وتفتح بوجهي، وتكون حارس على فكري ومشاعري وأحاسيسي ولساني. وهذا نهار لإلك. وكنت لما بلشت أتعرف على يسوع، لما تعرفت على بير جوزيف، بير جوزيف كان القديس بعنتورة، بعنتورة الزوق، كنت أطلع لعنده قديس الشبيبة، تعرفت هونيك شو يعني قديس مظبوط، بلشت أتعرف على الحياة، وكمان لحقني لهونيك الابن الضال، فما كنت أفهم ليش لحقني كل هالوقت الابن الضال، يعني كل ما يصير في كان عنا على طول بالاس في دي ام بسمع وش مريم اللي هي عائلتي، بالنسبة لإلها أنا بسميها العائلة. واللي عملت افور يمكن ما بيعرف، في كتير اشخاص ما بيعرفوا، لتكوني حاضرة مع حدا بدك تعملي افور ليشوفوك، لتبيني ولتقولي انه انت هون. كنت عندي مثابرة انه ضلني روح، يمكن كنت ازعج كتير اشخاص، زعجت كتير اشخاص بحياتي لانه ما كنت اقدر اقول وخبر، وما كانوا يفهموا شو عم بعمل وشو ردة الفعل اللي كنت أعملها مرات على أشياء. كنت مفكرة إنه أنا السبب فيها، بس مش أنا السبب. في ظروف بحياتنا بتمنعنا إنه إحنا نفهم إنه في إيد ما بحب الشيء الحلو، في حدا بحب يمنع كل شيء حلو ويشوهه، في ناس ما بتقبل الحقيقة. أنا اليوم عم بشهد الحقيقة اللي عمله يسوع من شارلوت. أنا بفتخر بيسوع إنه عمل فيي هالشي. إذا بتسألوني أنا برجع بعيش الحياة كلها اللي عشتها وأتعرف على يسوع، بكون برجع بعيشها إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة اللي بتخليني أتعرف على يسوع. لما كنت اطلع اتعلم، مش اتعلم يعني اطلع شارك بالقديس فوق، في كم شغله اساسيه اللي حبيتهم بالقديس الشبيب المعتز جوزيف. كان يقول خذوا يسوع معكم، حملوه معكم، طلعوا معكم بالسياره، زوروه معكم، شو بتعملوا بحياتكم. هيك صار حطيت يسوع اسمه الامي انتيم، يعني أنا جسوي لأمي أنتيم دو ديو، حطيته يسوع معي وما عندي حدا أحكيه وخبره، خبره التفصيل المفصل الديتيلز بكل شيء عم يقطع براسي بفكري بكياني بمشاعري بأحاسيسي بزعلي بغضب بكل شيء، شو ما بدكم شو بيخطر على بالكم. إذا حدا قال لي بونجور ما حبيت أروح خبره، إذا أنا قلت بونجور لحدا وما حبيت أروح خبره، شو ما بيصير معي أحكيه. وفي كتير أشخاص فهموني غلط لما كنت قلهم روحوا خبروا. لما تروح تخبري يسوع
انه انا ليش بدي اروح اخبر حدا غير يسوع؟ ليش بدي اروح انشر اخباريتي عند العالم والعالم مش رح تعرف تساعدني؟ وعرفت انه ما حدا يقدر يساعدني، ورح اقولها، رح ارجع اقولها وبضلني اقولها. انا هلا سكر التمونياج، كل واحد يروح على بيته وبراهو شارلوت ونسي شارلوت على التمونياج اللي اعطيتينا اياه. الله يباركك، اوكي ثانك يو. بس ما حدا عاش يلي عاشته شارلوت، ما حدا اختبر يلي اختبرته شارلوت. كلكم توجعتوا، بعرف ان في كتير اشخاص توجعت، بس ما حدا بيحمل وجع التاني الا يسوع، وما حدا ضحى كرمال حدا تاني الا يسوع، ما حدا حب التاني قد يسوع. فهذا الشكر الكبير لإله يسوع. لما كنت عم اتعرف على يسوع من خلال بارش جوزيف، في بوكس للنوايا حطونا اياها، وهذا بفتكر بتذكرها كتير منيح شو صار. كنا حطينا النوايا بقلب هذا البوكس ومشينا، وسألت أسعد قال لي خليها معي. أنا كنت كتير بسيطة، هالقد بسيطة وهالقد طيبة، يعني مش عن أذى، بس هالقد بسيطة كتير، لأنه مش لأنه سامبلسيتي عندي، بس هالقد كتير بخلها بشي، لأنه ما عندي شي. فأحمل هذه النوايا بكل قداس، حطها تحت الكرسي، بيستغربوا العالم شو جايبة معي، أنا حامل نوايا. استغربت من بعض الأشخاص إنه أنت حامل نوايا، إنه بدي أقول شيء، إذا نحن مش مؤمنين بالنوايا اللي نحن عم نحطها على الصليب، ما نحطها وما نسلمها لحدا يصلي لنا. حملت النوايا 3 شهور لحتى أقول لكل شخص بهذيك الوقت، وما بفتحتهم على سعة إنه ما فتحتهم للنوايا. بس كنت كل مرة أزعل ما أقول لحدا أنا زعلانة، أو كل حدا يقطع من حد ما يسلم علي ما خبره أنا زعلانة، لأنه بعرف قد هذا الشيء بيجرح لما حدا ما ينتبه على مشاعر التاني ويقدر قديش هذا الشيء بيزعجه. أنا بتمنى من كل قلبي لما تشوفوا حدا بتحبوه أو ما بتحبوه سلموا عليه، بحاجة تكون ناطر هيدي النظرة، لأنه دورت بعيون كل الأشخاص اللي التقيتهم بحياتي من وقت ما بلشت لليوم، عم دور حدا اطلع فيه ويطلع فيه ويقول لي أنا هون، رح تحبوني شوي، بس اللي حبني أكتر شي مات كرمالي. وكان يقول كمان شغلة بار جوزيف حبيتها منه، إذا في عندك حدا ما بتحبيه تناول عنيته. كان في أشخاص بالشغل، أنا ما بقول إنه أنا كنت هالقد واو، كنت عيط وصرخ وبالشغل ما معي حدا، بس أكيد بكره سموه بيعرفوا عيط وصرخ، ما كانوا يحبوا الكاركتير تبعي، كنت كثير شخص أنا بقول عن حالي لئيم وصعب وقاسي، يعني ما كنت متعاونة، بس عن حق أكيد ما بفتري على العالم، بس هالقد كنت أمينة على الوزن اللي ربنا عطاني إياها، يلي سلمني إياها، إنه أكون أمينة على شيء أعطاني إياه. فقلت له للرب لحضرني أمينة أنا على هذا الشيء اللي أعطيتني إياه اللي هو شغلي. وصليت كتير على نوايا الأشخاص يلي أنا ما حبيته، لأنه كنت هالقد بمحل إنه أحس إنه يا كنت غار منه، يا كنت هن أحسن مني، أنا كنت ضمني حالي أقل العالم. يعني بسنة من السنين قبل سنة من السنين بير جوزيف ضليتني أطلع لعنده 3 سنين أو 4 سنين، بعدين طلع عبلون وطلعت عبلون وشاركت معهم ببلون وتعرفت عليه، بس ما كنت أسمح لحالي ما أتعرف على كل شخص بشوفه بالكنيسة أبداً. وكلكم بتعرفوا هذا الشيء، أنا مش عم بحكي شيء ما اختبرته ولا عم بحكي شيء ما عشته. رفضت رفض تام إنه مثل أو أعمل شيء لتحبوني. كنت بدي يكون حقيقة، حقيقة يسوع بالوجع بالأسى بالفرح بكل شيء، بدي يكون حقيقية. فكنت بقول إنه بدي ضلني أحكي مع الكل لو هني ما حكيوني،
بضل مسلم على الكل وهن ما شايفيني، وإذا لربما رح يشوفوني. رح أقول شغلة يمكن أول مرة هذا حدا فيكم تعرفوها، لما كنا نروح على ميديجوريا كنت حبي كتير يكون حدا يقول لي تعي كوني جيد، بس كنت أطلع حوالي إنه في عندي كتير ناقص لحتى أكون جيد، إنه جيد بده يكون عنده معرفة، بده يكون عنده خبرة، بده يكون أنا ما قال ما عندي يوم. بس كنت أنبسط إنه كون لحتى أتعرف هالقد وأكون هونيك بميديجوريا وأكون معهم، بس سبت أخدم إنه ما حدا قال لي، أنا سبت أقدم طوعية مني وأخدم وشو في أقدم وشو في ساعد، وفكروني جيد آخر شيء، هذا كان يفرحني. فخلصت ميديجوريا، خلصت عنتورة وأسف الدقام وترددت، بس بدي أخبركم أنا من وقت ما رحت على ميديجوريا من أول النهار أنا قديس صلاة ومسبحة وتعلمت، بلشت أتعلم. أنا ما كنت أعرف، يعني في نهار بعت بيبعت وراي فار جوزيف لحتى أقرأ رسالة، كل أحرف الأبجدية ما في شيء عم حرك له إياه، بينزل بيقول لي شو هيدا؟ أنا بحياتي مش قارية. بقرر، كان عندنا جروب بريال كل نهار أربع بيعملوا بريال، بقرر أطلع قبل بوقت أقعد أقرأ بالإنجيل وأقرأ العربي وأتهجى الأحرف مظبوط. وكانت أكتر كلمة صعبة علي هو يهوذا الإسخريوطي، لأنه ما كنت أعرف ألفظها بالمرة، طلعت لي وقت لحتى تعلمت ألفظها. حتى كان حدا هداني الإنجيل سمعي، فكنت كتير حطوا السي دي بالسيارة وبسمعهم، فمشان هيك كان مألوف لما حدا يقول هذا سوري هذا الإنجيل أفهم شو عم يحكي، بس أكيد ما مش حافظته. صرت أقرأ، أنا كنت عم بقرأ مش لحتى أقرأ لأفهم شو عم بقرأ، بس لحتى أتهجى الأحرف وتهجى كتابة قراءة الإنجيل. فقررت أقرأ كله، وأنا ما عندي كتاب إنجيل إلا الكتاب الأول الرباني تبعي اللي هو هالقد أحمر اللي بعدني محتفظة فيه أنا، لأن إحنا غيرنا كتير بيوت وكبينا كتير أشياء، فأنا محتفظة فيه بعدني. بخلص هذه الفترة وبقرر بدي أدور على قديس صباحي، قديس كل يوم بحد الشغل، لأنه بدي أقدس كل يوم بعد أكثر. بتروح على الزروع وعلى طول في روتراتات هناك، وتعرف على كل الأشخاص هناك واطلع على الروترات وتعرف. وبالزروع كان الشيء حلو إنه على طول في خورة عم بيقدس، ما كان في عندي غضب على ولا حدا من اللي بسمعهم، لأن أنا ما كنت أحكي ما كنت شارك، كنت أنا أسمع بس أصغي، ما عامل شيء تاني بحياتي. بفتكر كلكم تعرفوا ولا مرة رفعت إيدي وسألت سؤال أو ولا مرة ناقشت بأي موضوع، لأنه ما عندي كان المعرفة ولا القدرة ولا شيء ناقش فيه، لأنه هالقد بعرف محدوديتي إنه ما بقدر أعطي أكثر من هالقد. فبلشت أقدس من عشية، بروح على القداس إذا عندي شغلة إذا بروح كمل شغلة لأنه حد شغلة. وبزلها بسادة النجاة كانت في كتير غنية كتير هذه الرعية، فعطيت على طول في نشاطات ضلني أشارك فيها، وبلشت أشارك بكل شيء وين ما بروح. يعني أنا هناك فلت من عندهم، بعض العالم زعلانين إنه كيف بفل، إنه بقول هذه نعمة إنه وين ما بترك في أثر طيب كتير حلو. والدليل إنه الأشخاص الموجودين هن جماعة مش جماعة وحدة، أكثر من جماعة بصلي معي بصلي معه. ولما خلص من الزروع كنت عفوا لما خلص من سالفة النجاة كنت قلت إنه عم بتعب كتير، بدي قديس صباحي بقى، لأنه كنت خلص إجا أروح كمل شغل إجا إجي وكل الوقت هيك يعني أتعب كتير. فتعرفت على الكرمل، وهون ليش إجت القديسة زيلي شو اسمه أنت؟ لويس وزيلي مارتان، لأنه هون عندهم كابيلا هونيك. فصرت أدرس كل يوم الصبح بدرس الكرمل، وأنا اسمي تراز بالمعمودية، فما بعرف شيء عن تراز، فكمان صلي أتعرف. رح أخبر شيء عن الكرمل أونتر بارونتاج، برجع بكمل شو صار كمان. بالكرمل فتحوا لي كتير آفاق، أتعرف على كتير قديسين وأعرفهم، أنا ما كنت بعرف ولا حدا منهم، بس ما كنت بعرف، لأنه يعني ما عندي القدرة إنه أستوعب هالقد كتير. يعني ربنا عطيني ذكاء أنا بشكر الله عليه، بس ما حليت شي كتير جديد علي. أنا لما يجي يقولوا بدك تقولي نية وأنا أحكي على صوت عالي، يعني هون بينزل كل شي فيه مي سخنة ومي مسقعة ويطلع صوتي، وإذا قلت
هن يمكن ما يحسوا بشي، ما حدا بحس بشي شو عم بعيشه، أنا اللي كنت عم بعيش. وإذا بدي أحضر الموضوع وبدي أحكي، أنا أكون لبك كلنا سوا. حتى لما كنت مع أسعد يقول لي بدك تقولي نوايا، كمان هذا الشيء كان كتير في وجع لإلي، وأنا حابة أحكي بس مش عم بقدر أحكي. واللي بعرفه كتير بعرفه، لأنه أنا اختبرته يسوع، ما اختبرت حدا تاني، أنا اللي عشت يسوع، أنا اللي أصريت إنه أنا بدي أعيش يسوع هو مش حدا تاني. بدي أعيش للملك الحياة مثل ما قلت لمرنان بالملك. ولما تعرفت على الاس بي دي ام، انا بسميها الاس بي دي ام عيلتي، ورح اسمي التشبيه لكل شخص لكل جروب، ومش رح اطول بقى اكثر. كل جروب من الجروبات خلق في شيء، كانوا يقولوا لي ما فيك تعمل كثير جروبات بتضيعي، بس كان ربنا عارف انه انا عندي القدره، وهو بده اياني اكون بكل هول الجروبات اللي انا تعرفت عليهم، لأنه من كل حدا أنا تعلمت واختبرت وعشت. كان بجماعة الجروب أو من الأشخاص شخصيا، اسمحوا لي اليوم رح أذكر ورح أحكي ورح أشكر. بالأس في دي أم أنا سميتها هي عائلتي، اللي ضمتني كتير لهيدي العائلة. وإذا كانت من الأهداف اللي بروح أعمل الكورية كل سنة، لأنه كنت كل مجتمعة أو وقت الغداء أو العشاء أو التبويقة معكم، ما كان بهمني شو كنا عم نعمل لأنه ما كنت أفهمهم، قد ما كان بهمني إنه نكون إحنا قاعدين كنا سوا. وهذا الشيء طبقته بالبيت، إنه نقعد بوقت إنه نجي ونتغدى ونطرون ونطروني ونعمل هذا الشيء. إحنا كنا ثلاثة بالبيت يعني. ومن أول نهار أنا رجعت فيه على لبنان، طلبت من كانوا أعطيتونا تكريس، فرت على البيت وكرسه بقلبي للبيت لمريم. ساف اللي هي سوس دوفيف للروح القدس، بهيدي تعرفت على الروح القدس، تعرفت على العالم الجديد يلي ما بعرف شي عنه، يلي كنت اسمع أسعد بخبر عنه وأنا ما بعرفه، يلي تعرفت فيه لما رحت على روم لأول مرة معهم. يلي ما بتعرف شي عن الروح القدس بتروح تحتفل باللوبيل 50 جوبيلي تبع كارزماتيك بروم، ورحت مع فيرجن ماريا ومع رندا ما بتتقونش، وجماعة الستاف كان في جابريال وغيرهم. وأنا لما رحت لهونيك اخترت الانسانيون بالفرنسي أو بالانجلي، فأكيد رندا بتعرف فيرجن ماريا، بس كان كتير صعب إنه أنا أفهم شو عم بيحكوا. وتمردت هونيك يعني، في محل تركت السيونس وفليت لأنه خلص مش عم بفهم إنه شو عم بيصير. ورحت عند برجو مالي ومع هذا كله ضليتني، وهنا عارفين إنه أنا ما بقدر أفهم، ما عم بفهم شو عم يحكوا يعني. حتى لو فهمت، لو قريته مش عم أفهمه. بقوم تعرف هناك على جماعة، إذا بقولكم بروم اللي كانوا معي بيعرفوا، ما في حدا ما بعرفه. وفي جماعة من الإسبان حبيت كتير ساعتي، فأعطيتها إياها، بتقوم بتجيب لي بتي جوزي صغير بعدني عندي إياه لهلأ، وكل فترة بكون في عنا تواصل أنا وإياها. بداية الخفي تعرفت على يسوع. بداية الخفي هي جماعة سوم وانديكاب كلهم سوا، سافرنا سوا على ميديكوريا بالفستيفال دي جان، وكنت أول مرة بختبر هذا الشيء لأفهم إنه أنا مش أنا المعاقة، بعتذر على التعبير الوحيد بالحياة، عندي إعاقة، بس هدولك الأشخاص عندهم سلام وعندهم فرح أنا ما عندي إياه. وكنت عم بخدم وعم بخدم بسلام وبفرح وبمحبة، بس ما كنت عم بفهم. في مرة أنا بعذب على فكرة، لأنه ما بقبل بسهولة كل شيء يعني، بدي تكسير راس لأنه مش عم بفهم، بس ما مثابرة يعني، عندي مثابرة مش طبيعية. قال لي وقفي، قلت له ما بده وقف، وحملت حاله وفليت يعني، ضربت ظهري ومشيت، إنه عم بيحكيك أبونا عم تحمل حالك وبتفلي، وأنا أكيد هو اللي معتذر عليهم، وبكان يتفهم هذا الشيء،
لأنه بيعرف قد إيه مدى الجرح تبعي. المساجين بدي أخبركم شيء، إنه أنتوا الزيارة بس بعد ما تمت، أخبركم شغلتين عن المساجين وأنا ناطرة هذا الشيء. أول مرة بتجي لعند العذراء، بتجي زيارة خجولة، بتقعد عندي ما بعرف كم نهار ما بتذكر وبتفل ما بيصير شيء. تاني مرة بتجي لعند العذراء وما كنت عاملها من إمتى، وبفتكر جاي تصلى زوم معي، هذا كان كتير مزعلني لإلي لأنه هي اللي بدي إياها كانت بهالطريقة تكون. أنا بعدني موعودة وعم بقولها رح يجي أكيد من هذا النهار إنه صار قريب، رح أفتح بيتي وكون العذراء كرمتها بأحلى تكريم بهذا البيت المتواضع الصغير يلي ما بيسع فيه 3 4 أشخاص، ليكونوا مين تقعدوا على السطح، تقعدوا بالباركينج، وين ما بفهم. رح يجي نهار وتكونوا عم تصلوا وتكون أمي وأختي لو ما كانوا عم بيصلوا معنا عم يصلوا صلاتهم، أنا مش رح مجي لحتى أغير ديانتهم ولا عم بشهد لحتى أنا أتغير. أنا تغيرت لحتى أقبلهم هني مثل ما هني وحبهم، لأنه التضحية اللي عطتنا إياها أمي واللي بتعمله كرمالنا واللي عملته واللي ما وقفت تعمله، أكيد ما حدا مش خلقه بأمه قد يعني، ممكن غير ما حشيت كتير خلقه فيها إنه عيط وصرخت كانوا يتحملوا هذا الشيء. الكاتشاز بسان أنطوان، اللي أخبركم شيء بعد قبل ما أخبركم عن الكاتشاز اللي بعطيه بالفرنسية اللي ما بعرف أحكي كلمة فرنسية. لما رجعت من روم تاعي عندها بدي أقرأ الإيفانجيل بالفرنسية، إنه أنت ما بتعرفي تقرأ يعني، شو بدك تقرأ الإيفانجيل بالفرنسية وإيفانجيل سان جون يعني تحديدا، وأصريت إنه أقريه كله بالفرنسية، كنت أطبعهم للوراق وأقراهم وأجي أسمع لإياهم لحتى ألفظ مظبوط لو ما كنت عم بفهم أو كنت تفهمني وكنت أحط بارالال فرنسي أراب يعني، بس هذا الشيء بس لأتعلم القراءة بالفرنسي. وبعدين صارت الظروف إنه صار نحن بجروب سيف كله بالفرنسي يعني، ويعطوا أنسانيمو بارش ومالي بالفرنسي يعني، أنا بدي أتأقلم معه مش إنه بيتأقلموا معي يعني، مجبورة إنه أعرف لشي كم كلمة. كنا بآخر سفر بالريترات بميدي كوريا، وعلم أنا كنت بعمل مسابح، تعلمت إنه أعمل مسابح وأقدم هذا الشيء، وعملت مسابح للجروب ساب، وافتكر لكل جروبات أنا ولا مرة ما كنت أهديهم شقفة من قلبي ولا أقول لهم إن أنا كثير بحبهم، كانت هذه الطريقة الوحيدة اللي بعبر فيها عن محبتي لكل شخص تعرفت عليه، إنه أهديه كادو من شارلوت. هي من يسوع مش من شارلوت. فتيجي مدام مايا بتقول لي بتساعديني بالكاتيشيز، قلت لها ما بعرف فرنسي شو بدي ساعدك، قلت لها ما لا بتساعديني بنعمل هيك. ومايا عندها اولاد، فاجت قالت لي بدك اعلمك فرنسي، قلت لها انا ايه، فصارت تعلمنا الدوزيام والأونزيام والديزيام، وقدمنا على الدلف امتحان، أول واحد أخذت عليه 96.5%، تاني واحد أخذت عليه شي 96.97، وبفتكر على فرحتهم عملوا لي جاتو وقدموا لي لأنه شو هالجيز اللي عملته، وهي ما فيها تقدر تكمل بس هالقد أعطتني ثقة إنه أنا فيي كمل، أنا عم كمل بالسنتر إنه أنا عم كمل الفرنسية بعدني. عم بعت الكاتيشاز بالفرنسي لساد أنطوان، كيف ساد أنطوان بيعرف؟ بس اللي شفته امبارح مع الاولاد، انا صار لي شهر تقريبا، نحن من 3 سنين كنت قاطع بس كنا في فترة كورونا وقفنا، امبارح فهمت الكاتيشاز بسميهم الرسل. لما فاتوا هالولاد الصغار اللي عمرهم 5 سنين و6 سنين، الفرح اللي شفته بعيونهم وعوجوههم يعني، اول ما جيت بقولوا انا إنه عم دلنا شجعهم إنه يضحكوا ويبتسموا ويتعرفوا على يسوع، ومغنينهم بالفرنسية ومخبرهم
وانا بخبره كل مره قصه القديس بالفرنسي وبعمل لهم اياها ونخليهم يتشاركوا ويفهموا شو يعني البارتاج والإيكوت والمسامحه ويحبوا. فهذا الشيء اللي عم بعلمهم اياه لانه انا عشته، مش لانه انا رح اعلم كاتيشيز، لحتى ما يجي حدا يقول يوما ما الكاتيشيز بعلمونا اياه نحن وصغار وعلمونا اياه غلط. هو ما بعلمه شيء غلط، بس مين بده يقبل يفهم؟ هون الفكرة، هون الفرق. الفرق مش نحن شو عم نعلم، الفرق نحن شو بدنا نفهم. هون إذا أنت بدك تفهم كلمة الله بوضوح، لأنه ربنا واضح ورسالته كتير واضحة وإنجيله كتير ولا أوضح. بالفيديو اللي حط لي إياه جاد سميرية، فهي سوء قرار قصة حياتي كلها، بس في محل بقول انه انا ماء الحي. رح اقول لكم شغله كثير حلوه، نحن على طول بنطلع بالكبايه، اذا بنشوفها كبايه الكبايه يا بنطلع بالكورتين فاضي يا بنطلع بالكورتين مليان، ونقول كل ما فضيت بنعبي، كل ما فضي بنعبي. بس الاحلى تحمل الكبايه وتحطها بالبريد، مش بحاجه بقى ولا تفضي ولا تعبي، لانه انت صرت بقلب النبع. وهذه هي، هذا اللي عملته، حطيت حالي بالنبع، بالنبع من فيض القلب ينطق اللسان. كنت أطلع قله من فيض القلب ينطق اللسان، هذه كلمة إذا نكون أمينة عليها، مش من فيض القلب ينطق اللسان إنه أنا جدف على اسم الرب وأحكي على خير إنسان، ما أغفر وما سامح وما ضحي وما أعطي وما أقول ما فيه. الإنجيل كله تحمل، يسوع تحمل بعد أكثر، وبسالة البشارة لما نزلت على البير جون ماري لأنه أنا تعرفت عليه، ولخبركم شو إفادة الصلاة ولوين وصلت بالصلاة. لما وصلت على البير جون ماري عم بقول له إذا في صلاة كان ربنا، ما بعرف كيف هيك تيجي شيء فلاش هيك بيضوي، انه اكيد شارلوت في صلاة، انه انا ما عم بقوله ما بقى اتذكر، ما انا ما بتذكر، بس هدول الاشياء اللي بتذكرون ما عم بقوله يخفي شيلوا من ذاكرتي، بس اذا تذكرتم يكونوا هيك سموس، انه ما حس بي كل مرة حس بي بهذا الوجع. فوصل بقول في صلاة شفاء للذاكرة، قلت له بتصلي لي اياها؟ قال لي أنا لخبركم هذا الاختبار اللي عشته. ركعت قدامه ولا بترجو ماري، أنا هذا الشيء اللي أخبركم إياه أنا عشته قبل ما يصلي علي بترجو ماري. بعرف إنه في شيء إيد نزلت من أعماق الأرض وشابت شخص من العمق ورفعته. وهون فهمت ليش اكتافي بضلون بالأرض. من هونيك من هذيك اللحظة ما برفع راسي إلا ليسوع، ما بمشي إلا بفخر، ما بفتخر إلا بصليب يسوع، وما بحكي إلا باسم يسوع، وما بضحك إلا ليسوع، لأنه يسوع موجود بكل واحد موجود معي هون، بكل موجود بكل شخص بلتقى فيه بحياتي. أنا ما عم بقول إنه أنا قديسة، بس إحنا مشروع قديسة، أنا قررت أعيش القديسة على الأرض. وكنت ضلني أقول اللي بتقول سانت تيريز، في قلب الكنيسة أمي سوف أكون الحب، مش رح أقبل أكون إلا الحب. وهذا اللي قلت بدي أكونه، وهذا اللي عم بشتغل عليه كل حياتي، في قلب الكنيسة أمي سوف أكون الحب. رح خبركم عن الاتيود ديفونجيل، هذا جروب من الجروبات، هولي كل الجروبات انا هول كلهم شاركة فيهم، وكل هالجروبات عطيوني يلي عم خبركم اياه يلي هو بينيو شارلوت. الجروب اتيود ديفونجيل هذا جروب نعمل فيه تأمل للانجيل. اول ما بلشت كنت اجي لعند رندا واقعد صلي ونعمل اتيود، هن 5 اسئلة، تقرأ النص
كنا نكتبه بالأول، نكتبه كنا نصلي الروح القدس، نكتب النص ونقول أول سؤال ندور على وجه يسوع بالنص، ثاني سؤال أنا وين بالنص، ثالث سؤال آخرين بالنص، رابع سؤال أبل دو ديو، وآخر شيء بريير. كل ما أعمل إتيود إيفانجيل أنا كنت أضحك على كل حدا كان يقول لي شروش بتطلع أشياء، وأنا ما سوري إنه شو عم بطلع أشياء، ما مثل مثلكم بتطلع، يعني إنه ما كنت أفهم، إنه أنا بفكرهم إنه عم يعطوني معنويات، أو سوري إنه مش قصدي إنه عم يتمسخر علي، بس إنه أو شيء من هدول، لأنه على قد كنت شخص كتير معدوم. فتقلي تطلع أشياء، الابن الضال كمان لحقني، وأكتر من مرة، مرة شفت حالي الابن الضال، مرة شفت حالي الصبي الخي التاني، مرة شفت حالي الخادم، لحتى شفت حالي الأب. كل مرة كنت طلع بحالي وشوف حالي عن جديد. وسألتها لرندا مرة إذا هذا الشيء بيتكرر معي مرة تانية أو وليش صار هيك. قالت لي أنا ما في، أنا كنت نزل على برج ماري، نزلت على برج ماري عم بسأل هذا السؤال. قال لي أنت رح تكتشفي لحالك، رح قلكم شو اكتشفت، ليتمجد اسم الرب. يتمجد اسم الرب مش يعني انه انا ما عشت الالم، بس يتمجد اسم الرب انه هو قدر يعمل نيو شارلوت، قدر لهي الطفله يلي كانت مدفونه ترجع تعيش وتحب الحياه عن جديد بملئها. عندي وقت مكرس ليسوع من عبكرة العشية، هذا الوقت الوحيد اللي بقدر أعطيه هو كل وقته. بشتغل، بحب شغلي كتير، بحب أهلي أكتر، بسامح كل شخص أذاني عن قصد أو عن غير قصد. طلبت المسامح من كل شخص من زمان وجل، وإذا في حدا بعد ما غفر ما طلبت منه السماح، أنا هون بعتذر، بطلب السماح من كل شخص أذيته بالكلمة أو بالفعل أو بالفكر. وفي بفعل الندامة كلمة كتير بحبها وحب أشارككم فيها، هي أن أغيظك. وهذه الكلمة تقتله ليسوع. كل شيء عشته قلت بدي أعيشه أنا. لما كنت بمحل، إذا أنا بحب حدا وكنا متوعدين إنه بدنا نروح نظهر، ويقول لي إنه اليوم ما فيك، ما في أظهر معك، إنه ما فينا نتعشى، ما فينا كذا، أنا أنقهر. كل مرة كنت أقول له ليسوع أنا جاي لعندك، يجيني مشوار، كان هو ينغاز. خلاني أعيش هيدا الشيء وأفهم كيف يعني إنه أنا بغيظه ليسوع، بأي طريقة أنا بغيظه ليسوع. الإنجيل لما كنت أعمل إتيود إيفانجيل أنا ماني مجوزة وما بعرف شو يعني أحشاء الولد أحشاء الأم. اللي كنت أكتبه، اللي كنت أعيشه، اللي كنت أختبره يطلع من أحشاء أحشائي. ولما أكتبه ما في يشيل ولا كلمة من اللي كتبته، لأنه كانوا هالقد يكونوا مثل ما هن نزلهم، بوجعهم، بخيانتي، بعدم إصغائي، بكرهي، بقلة محبتي، مثل ما هن حطن على الجروب ويقريهم. أنا اليوم صفحة بيضة يلي كنت عم دور عليه كل حياتي، يلي كنت عم دور عليه بكل شخص فيكم، يلي كنت عم دور عليه وضلني حس انه في حدا عم يتطلع، ضلني مقلقة انه في حدا، انه هلا بكون عم بحكي في حدا، انه في حدا موجود. قلو هذا الحب اللي عم دور عليه وينه؟ مين بده يعبي هذا كل الحب؟ لحتى إجا قال لي، أو أنا قلت له، أنا ما لقيته فيه، مش كان جوا،
بس أنا شفته وعشته وحبيته، حبيت هذا الحب اللي ما تركني ولا مرة من وقت ما خلقته، من قبل ما بده ياني. حبيت هذا لما كل مرة كنت زيحه ولبطه وسكر بوجهه ضل واقف ناطرني. حبيت هذا الشخص يلي زعلته وبكيته وقهرته معي. هذا الحب يلي كنت عم دور عليه، يلي بيوم من الأيام اللي هي مش من زمان شفتها، ومش هناك يوم عم بعت التيمونياج لما عرفت إنه أنا امتلأت 100% من الحب ومن حبه. بحبي شغلة بعد، لما كنا نصلي على الأس بي دي إم، كان أسعد طلب مني مرة أعطي نوايا بجمعة الكلام. طلع لي كل مرة، كان يطلع لي حدا، في مرة طلع لي أجلت، وكنت انبسط لما قال لي عامل النوايا، لأنه كنت أكتبه ويطلعوا من القلب، بس ما كان في أحكي أكثر من هالقد. فهونيك نهار كنت أنا أعيش كل مرة أعمل شي غلط، شوف هذه الصورة إنه أنا ماسكة الكرباج وعم بجلط حالي، إنه شارلوت وعي بقى تعمل هالشي. بس بهذا أنا كنت كتير عم صلي على نية معينة، وكان ضل يقول لي برجو ماري ركزي على يسوع، ركزي على يسوع، ركزي على يسوع. خلص ركزت على يسوع، إنه بقى فيه ركز على يسوع أكثر من هالقد، إز إناف يعني. فهيدي الليلة اللي صليت فيها لهذا التأمل، وبركع وبشوف هذا المشهد قدامي، إنه أنا كل مرة ما كنت عم بمسك الكرباج وأجلد يسوع، وقفت بهذه اللحظة فهمت شو يعني لما بدك توقف عادة، لما بدك توقف إعاقة، لما بدك توقف فكرة بقدرة الله، بقدرة يسوع، بإيد يسوع، باسم يسوع. ما في شيء مستحيل. أنا ولا مرة رحت عند حكيم نفساني، ولا مرة حكيت مع حكيم، ولا مرة رايحة عند حكيم. أوجاعي هي أوجاع مرض نحن منعيشه، بفكر حالنا نحن مرضى، بعتذر ما قصدي هين اللي عم يتوجع، بس مرات كتير 90% من أوجاعنا هي أوجاع ما تخطيناها، لأن نحن ما خلقنا لحتى نتوجع، وما إجا المرض هو عقاب لإلنا، ولا هو لحتى يقلنا إنه لحتى إذا توجعوا إنه هيك عم نقدم ليسوع. نحن في عنا أمراض هي اللي عم تخلينا نتوجع هالقد، والجسم بيحكي وبيبكي وبيتوجع. كلما يوجعني شي بجسمي، كلنا سوا كنت اتحد كل أعضاء جسمه وقول له إنه وقف حده هذا الوجع، بدي أعرف ليش هذا الوجع. وما كنت فيه إلا لأعرف ليش موجوع. موجوع لأنه اليوم أنا دنت حدا ما كان لازم دينه، موجوع لأنه أنا حكيت باسم على حدا بوجه حدا وما حبيته. هذا الوجع، هذا الوجع اللي بيعطينا إياه الروح القدس كل مرة ما بنفهم الحقيقة الواضحة للحب. وشغلة بعد بوجعي كله ما وقفت صلي وروح على القداس، بوجعي كله ما وقفت تشارك، بوجعي كله مرات أحبس دموعي وأضحك وأبتسم،
بس كنت من جوا أكون عم بحترق، وكنت أقول له إنه مش حدا رح يقدر يخلصني إلا أنت. وبيصلي علي كمان مرة، وبيجي أنا بشوفه، أنا ما بشوف فيزيون، ما بشوف شيء، بس أنا اللي شفته إنه أنا عشت. قد ما كان عندي، ما بعرف بهديك الوقت شو كان عندي الأسباب لحتى طلبت تصلي علي، بحس إنه في التقل كله كان صاير براسي، هالقد أخطبوط كمبش هالقد براسي لحتى قدرت أطلع بيتنا، عشان عم يجعني راسي آخر شي كنت بدي أروح عند الحكيم بالفعل، لأنه قد ما بكيت بهديك الوقت قد ما صرخت. وفي مرة في شغلة بعد شغلتين وبختم، نحن كان عنا سجود ليلي كل يوم بوقت كورونا، عطول نعسانة تعبانة عم ببكي مش نايمة، كل يوم كنت أفتح بكل حالاتي كنت موجودة، ولا مرة غبت، يمكن نسبة كتير قليلة، وبيعرف أغلبية الجروبات إنه ولا مرة غبت من ورا صلاة كنت بكون موجودة إلا لشيء كتير ضروري، مع إنه ما عندي شيء كتير ضروري أغلى من يسوع بيكون ضروري. وفي مرة كمان بوقت السجود بجروب السير وقفت قلت له يا ابن داود ارحمني على صوت عالي وعليت صوتي، وكمان جماعة كمان حملتني بالصلاة. وآخر رترت ماشي جمعة طلبوا مني شو عندك صار صلي لك، قلت له كل شيء أعطاني يسوع أنا بقبل فيه، بس كان على قلبي بعد تسبيح بالألسن وتسبيح، وربنا أعطاني هذه النعمة وقدر يفتح وأشهد لعمله، لعمل الخلاص، لعمل المحبة، لعمل إرادة، لعمل رحمة. كنت على قلبي إنه أعيش الإنجيل، فتت كذا مرة لحتى أدرس. أنا بعرف إنه لما تدرس بالإيزاك أو بالتسليك أو بالأجيء إنه ما بدهم شهادة، بس هالقد بدها وقت وأنا مش عندي وقت، لأني مش رح أتقدم ولا أتأخر. قلت له أنا بدي أعيش الإنجيل، بس أنا ما كنت عارفة، يعني بدي أعيشه لأعرف يسوع، بس أنا ما كنت عارفة إنه أنا عم أعيش الإنجيل كل يوم. وبعدني لليوم كل يوم بقول لك الإيمان ليس من نصيب جميع الناس، وأن لو وثقونا في الرب بشأنكم أن ما أوصيتكم به تعملونه وستتبعون عمله. بعد شغل وحدة رح أفكر. Many are called but few are chosen. أنا بشكر الله أنا كنت من المختارين. لك المجد يا رب. اليوم بعلن إنه لك التم، اليوم بعلن إنه الشفاء 100% لك التم، اليوم بعلن حضور الرب بحياتي، اليوم بعلن إنه هو اللي بيقويني، اليوم بعلن إنه بيتي مفتوح، اليوم بعلن ابن الضال اللي كانت أمي ناطرتني واللي بعدها ناطرتني. يمكن لازم أخبر شيء عن الأب، بعتذر لازم أخبركم إياها عن الأب. أنا الأب كان عندي صورة مشوهة عنه، بس هديت البشارة قدرت تفرجيني مين يعني الأب. الأب هو بالإيفانجيل رونكونتر، هو دراسة الإنجيل اللي كنت أعملها كل يوم، يلي بمرات كثير أشخاص وقفوا يعملوها من الجروب
وأنا كنت كل يوم أعملها وأنزل على الجروب، واسمي كل يوم ينزل ينزل ينزل. أنا ما بعرف مين قاري، بس أنا بعرف كان في شخص يقرأ عنده، يمكن الباقيين كانوا يقرأ أكيد، بس يسوع كان يقرأ. هو اللي عرفني على الآب يلي أنا كنت علاقتي كلها مشوهة معه، يلي علاقتي ما كانت بتحكي باسمه، يلي علاقتي ما كانت بتقول إلا يسوع. طول معي كتير بس كانت بيستحق هالقد طويل لحتى أنا أفهم وأختبر وأعيش، لحتى أميز طول شو رح أرجع أعمل بالحياة. بعد شي كتير ناطرني، بعد بدي ألحق دور على خيي وأختي وأمي وبنت خيي اللي ضايعة، بعد بدي أرجع أقول هلأ بجدارة إنه أنا فيي يكون شاهدة، فيي يكون رسولة، فيي أدعي. لأنه ولا مرة كان جيب معي حدا عن الكنيسة، وهذا الشيء كان يزعلني. بس اليوم عرفت إنه أنا اللي معي هون اليوم من الكنيسة. يا رب أشكرك، رح ضلني أشكرك. مثل ما كنت تقولي سان تيريز، كل مرة كنت أكتب وأعمل إتيود إيفانجيل، بحبك رح ضل أحبك حتى حبك يحررني. يوم بقول بحبك رح ضل حبك لأنه حبك حررني. إلك المجد للأبد، آمين. بعتذر إني طولت. Joie, mon cœur est dans la joie, car j'ai trouvé le vrai bonheur, c'est d'être avec toi toujours, toujours, Seigneur. Joie, mon cœur est dans la joie, joie, mon cœur est dans la joie. بيركيك شارلوت وميرسي على هذا البارتاج اللي عملتيه معنا، اللي في من خلاله قدرت تعطينا الفرصة أنه نشاركك بيمكن أكثر أمور أنتيم على قلبي. إنما حبيت لحتى تعلني يسوع، لحتى تعلني انتصار يسوع بحياتك، أنه تعلني عن أمور كتيرة كانت بحياتك هيك حملتيهم يمكن بعذاب، إنما أني من وراء هذا العذاب قدرت تتلاقي بشخص الأقرب لألنا اللي هو يسوع، اللي بقلنا تعالوا إلي أيها المتعبين وأنا أريحكم وأعطيكم السلام لا كما يعطيه العالم. يسوع حاضر فيك بفرح، يسوع حاضر فيك بانتصار، يسوع حاضر فيك بقوة العزيمة، يسوع حاضر فيك بالقرار انك ترجعي وتجيب الاشخاص اللي حواليك واللي اقرب شيء على قلبك لحتى يذوقوا طعم اللي انت تأتيه. وهذا الشيء نهيت فيه، انما هذا الشيء احلى شيء كتير لألي انا بموا، اللي هو بيبين قديش الرب عايش فيك وقد ملاكي، مثل هذا الوعي اللي قشط بالكباية اللي قشطت بالوعي، انت غرقت بروح القدس، وهذا الشيء بيضوي على وجهك وعلى كل كلمة قلتيها. نحن بدنا نعطي للأشخاص اللي حابين يسألوك أما يقولوا لك مساج أما يحكوا معي، نعطيهم الفرصة. بنبلش مع زينة. شارلوت ميرسي كتير عن جد على التيمونيار، وكتير حلو كتير حقيقي، كتير بشبه يسوع ومليان من يسوع، وكتير حلوة انت.
بدي أسألك إنه بالتمونياج حكيت عن محطات كتيرة وعن قديسين كتار وعن جروبات بريير كتار وسفرات عم تجيبوا لي كتار، بس إذا بدك تقل يعني تقولي لي محطة واحدة يعني هي كانت الأساس بإنه خلقت شارلوت الجديدة، يعني كله أكيد أثر وهيدا، بس شو اللي هيك الايفنمون او الحدث او المكان او الصلاة يلي اول شيء فتحت على شارلوت؟ رح أسألك سؤال، عندك 3 أولاد، أي واحد بتحبي أكثر شيء؟ لا جزء كل حدا اللي كنت عم بحكيه جزء كل حدا بني فيه من بني فيه شيء، ما في لا أنا ياخذ حدا الكورونا بحياتك، يعني ما بعرف، يمكن أول آه صفحة. مش عارفة أخبركم إياها عن النجمة، هي هذه النجمة اللي كانت تضوي يلي هلا اليوم هذه النجمة ما بقى مضوية، صارت مشعة وبتبرق. هذه النجمة يلي حطها نجمة داوود يلي أنا كنت لحقتها كل الوقت وعم بمشي وراها وما كنت عارفة شو عم بلحق. ما بعرف بالشوزن بتشوفه بمحال لما توصل بدها تكب حالها وبتجي حمامة بتعيط لها وبترجع. هذه النجمة كانت كل مرة بدي أوصل لمحل أنا بدي أعمل شيء بحياتي هي كانت ترجعني يسوع. ما في يقول أكثر من إنه يسوع هو اللي كان كل مرة يحط إيده. أنا اليوم كنت بعرس كانا، بعرس كانا لما إجت قالت له العذراء، إجا قالوا لها العذراء أنا نفذ عندها الخمر، قالت لهم أعملوا ما يفعله لكم. كانت هي على طول تقول له روح لعند شارلوت لأنه شارلوت بوضع مش منيح. بس انا اليوم صرت انا مره في شيء كمان بهلا عم تذكريني اقوله، كنت زعلت كتير انه كل مره حدا يبلش التمونياش تبعه انا ببلش انه نحن كنا نصلي وجو بريام نحن وصغار وكذا، انا هول كلهم عايشتهم. مره سالته لوسام قلت له وسام انه زعلانه من هذا الشيء، انا يعني بيعطيني هذا التشبيه اللي كتير حلو بقول الخمر جيد يعتب بالآخر، فأنا بشكر الله على هذا الشيء. تمام. سنة هاي بونسوار شارلوت، كان بونسوار. كتير عبالي افتح الكاميرا، مش بس كمان افتح الكاميرا واغمرك عقد مغامرتك، والله رد وشد وما بعرف، بس ميرسي كتير على التيمونياج، كان كتير حلو، كان في قصص يمكن رح تفكري بعقلك وتقولي انه يمكن هول الناس حياتهم بمحطاتها ما بتشبه حياتي ابدا، او يمكن ما صار عندهم هالقد قساوة اذا بدي اقول بمحلات معينة. بس اللي بدي اقولك اياه انه الرب من خلال كل مرحلة من حياتك، أنا أكيدة أنه لمس قلب وقال له شيء، إن كان عن طفولته، إن كان عن مراهقته، إن كان عن لوروجي دامور يلي بحسه بالحياة الطبيعية. كتير قصص ضويت عليها بقوة الروح القدس، وهذا الشيء بالفعل خليني أشوفك هيك استار شاينينج فروم هيم. كتير حلو قدي هو بيّن فيك اليوم، كتير حلو قدي عمله هالقدي قوي بحياتي. يعني في تيمونياجات بنقول حلو، بس في تيمونياجات يعني بطاريتك كانت عم تخلص، صرت خايفة تخلص البطارية ومقدر ما أرجع فيني فوت، عم ببرم على الشرجال مثل خوتة بالبيت. هالقدي كان الرب حاضر وعم بيحكي، مع انه سأليني مثلا قولي لي انه انت شو خصك هون؟ بقول لك ماشي، بس هل قد الرب كان عم ينسج فيك من ماشي يلي انت برايك هو ماشي ليطلع منك شيء كتير حلو؟ وكل الوقت كنت عم تجي هالجمله من الانجيل براسي انه God creates beauty out of our ashes، يمكن قلتها بكتير تيمونياجات
ولكتير ناس، بس هاي أول مرة بقلك أنه هاي أكتر مرة بعني هالكلمة وبعني هالجملة، لأنه قدرت شوف رماد بأول ساعة من هالتيمونياج. وانت كنت عم تقولي انه حياتي فيها كتير سسبنس، انه انطروا رح وصلكم على المحل الحلو، بس انا كنت بعد عبالي انه اعرف اكتر هون، لاني كنت عارفة انه اللي جاي من بعده كتير قوي وكتير حلو وكتير عظيم وكتير ايده رح تكون قوية، لانه كان واضح انه كل هول يعني بفرجوا هالشخص مين. انا بدي اشكر الله عليك، و هيك كتير حلو، بوعدك انه رح اجي على بيتك، يعني بركي بوقتها بكون زميت شوي بكون ولدت بصير ساعة انه اقعد واعد حدا حدي بركي ما بعرف، بس انه على الاكيد. وهيك بحبك عن جد من كل قلبي، وانا بأكد انه القصص اللي قلتيهم عن حالك، انا ما كتير بعرفك، بعرفك بس من هالفوياج عم ديغوريه، بس هيك انت بتحس بالناس بطريقة كتير اوتنتيك، وهذا الحلو فيك بلا ما تحسس الناس انك انت عم تحس فيهم. وبتذكر كتير منيح وقت جيت وجبتي لها الانج الصغير اللي بعده عنده بالبيت، قديه هيك شفت فيك اوف شو ما قدرت افهم، يعني قديه شفافة انت، هل قد شفتك شفافة لدرجة انك قدرت تقري شيء اللي الناس اللي فيهم يقروه ليعطوني هيك مساج. بقى انا بحبك كتير كتير كتير، بديمون كلهم كلهم كلهم، وان شاء الله الرب بعد هيك بينعم عليك باكتر واكتر، وبتضلك هالنجمة يلي مدوية حياتك بالاول وحياة الناس اللي حواليك. وشي كتير لمسني وقت قلت انه انا اليوم تغيرت، وبتخيل هذا درس لقلنا كتير كبير، مش مهم اذا واحد مسيحي ومسلم عايش تحت نفس البيت، بس نحنا وقت نصير نصلي بنصير نفكر انه نحنا الصح وبدنا نغير الناس اللي حوالينا لانه هن الغلط، بس هو وقت نحنا نصلي اذا مزبوط صلاتنا فعالة والرب حاضر بحياتنا، هي منا الا انه نتقبل يلي ما بيشبهنا ونتقبل يلي ما منه مثلنا. وهذا اللي قالي اليوم كان درس، فبس تقلك انه استفدتينا كاف لانه كتير محلات I tend انه غير كتير قصص حوالي قبل ما افكر انه انا حياتي لازم تكون هالقد open ومنفتحة ويسوع اخر يتقبل كل شيء حواليه. مرسي لمين انت ومرسي لهالنجمة اللي ضوت هالليلة، وبحبك Thank you سنوقة. فراس وي بونسوار شارلوت، مرسي على التيمونياج تبعك. اول شيء بدي اقول لك، اول ما بلش اسمع التيمونياج تبعك هالزيتيني رجعتيني على ذكريات يمكن أنا ما بحب أسمعها. كانت كتير صعبة أول ساعة أسمعك فيهم، وما بعرف ليه، بس إنه حسيت شوي إذا ما بدي أقول كتير معك، كنت عم تقولي نجمة، أنت عم تقولي كنت عم تلحق النجمة. أنا بقول لك شغلة تانية، انت النجمة اللي لحقوها المجوس، لو ما النجمة ما اجوا عند يسوع، والملائكة اجوا بشروا الرعيان، ولو ما كان في النجمة تضوي ما كانوا عارفوا وينية المغارة وين ولد يسوع. وانت كمان يسوع وقت اللي ولد بالمغارة كانت معدمة، كان بحاجة لهالنجمة، انت عم بتضوي وعم بتجيب العالم لعنده. على طول انا هيك بدل هيدي ببالي، انه بصلي بقول يا ريتني هالنور او الشمعة اللي بتكون على ضوء القربان، انت مش شمعة انت نجمة، ويسوع هو نقاك تجيب العالم اللي عنده. ومرسي يعني ما بقدر انه هني اقول لك انه ما بقدر انا يمكن اعمل اللي عملتيه انت،
وفي كثير يمكن منا حاضرين يمكن ما بيقدروا اللاعب ملتي انت، بس لو ما في بقلبك يسوع ويسوع مسك لك ايدك ما كنت قدرت اللي عملتي هلا. بشكرك كثير وبحبك كثير من كل قلبي، وميت ورده لك وزعيهم على اللي بتحبيهم، وميرسي ميرسي كثير لك. ثانك يو فراس. اماليا، اماليا قبل ما تحكيني انا نسيت اذكر انه انا كمان على جروب جيت انترسيستر، كل الوقت مصلي، تعلمت صلي اكثر لانه اخر مساج اجاني بالعذراء انه لازم صلي الورديه كل يوم، انا ما كنت صليها هالقد، فبلشت صلي معكم عن جديد وحملوني كثير بالصلاه كرم هذا التمانياج مع انه ما حدا بيعرف شيء عني، فبشكر الله عليكم. ميرسي اماليا. بونسوار للجميع، وسوري ما قدرت افتح كاميرا. أوكي. انا بدي اقول لشارلوت وللباقيين، انا تعرفت على شارلوت يمكن من شي شهر او اقل، بس هيك يسوع مهضوم بطريقه how he connects people، وكتير كتير حلو كانت الطريقه اللي تعرفنا عليها، وبساطه سنه عم بتقول جبت لها انج انا جبت لي مريض نايم. هي يسوع كمان بيشتغل. بس بدي أقول لك شارلوت أنا كتير تأثرت بالتيمونياج، مثل ما قلتي نحن منصلي سوا وفيه المحبة وتروح القدس هيك الزارع إشي غريبة، مش غريبة لا زارع هيك محبة وسبيشال كونكشن بين أس. بس I didn't know anything about you. I was looking forward لليوم، وكل اللي عم بتقوليه وهيك الدمع بعيني بس ما نزلت، بس قلت إنه دمع بعيني بس ما بكيت، بس بكيت وقتها قلت if I had to go through all this to meet Jesus I would go through this again. إنه إذا أنا كل الوجع تبعك أو مسيرة الحياة اللي فيها كتير جروحات مستعدة تعديها مرة تانية بس هترجع تلتقي في كتير. هونيك نزلت الدمع ودقت فيه كمان بشكل خاص. بدي أشكرك وأنا كمان على اسم مام أماليا سوزانا، فمشان هيك هذا كان الشيء الطريف إنه هذه الجامعة اللي التقيتها إنه هي على اسم مام، مشان هيك والأرجنتين كمان عند الجامعة. والروح الأرجنتينية بين أماليا أمك وأماليا أنا. والوقت حكيتي عن الغفران شغلي كمان كتير دقت فيه، يعني حسيت all two messages كانوا very strong هيك اللي يسوع حكاني فيهم من خلالي. نجمتك تضويت على الداركنس تبع المغارة إذا بدنا ناخد في رأس شو. الله يباركك، وأنا بدي أقول لك عن جد كتير بحبك و بشكر الرب اللي حطنا على حد خلينا نلتقى، وصلي عن هي دايما هيك تضلك هالنجمة انعكاس لنوره ولمحبته wherever you go. حيا الله جروب كنتي. أنا بقول شغلة، أعمى لا يكون أعمى، فأنا ما كان في يكون ولا حدا معي إلا ليكون أنا تحررت وشفيت، لأنه أنا ما بدي أخذه لعندي، أنا بدي أخذه لعند يسوع. هذا كان الطريق الوحيد اللي كنت عم بسعى كرماله، إنه ما يلحقوني ما يلحقوا، لأنه رح يتأثروا بجروحاتي، أنا ما بدي يتأثروا فيه، أنا ما خصني، أنا أداة للروح القدس، أداة ليسوع، أداة للأب، وأداة لكون شاهدة حي لعمله. فمشان هيك اشتغلت كل هذه المسيرة كرمال نهار اللي بدي أجيب حدا على الكنيسة كون هو اللي جايبه مش أنا. He knows the timing. هو التوقيت عنده، مثل ما نطر عليك بالتوقيت، مثل ما قال جاد إنه I don't know إذا it was جاد ولا زينة، إنه الخمر الجيد للآخر. فهو بيعرف توقيت، كلنا هلأ عم نتخمر لا يعرف توقيت. الله يباركك، بحبك كتير شارلوت. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you, Hector. هاي شارلوت. هاي هكتور. بدي خبر عنك انه انت الحب المجاني ما بيكون بيعرف الشخص، بس يسمع بيسوع بيركض عليه، بتركضي وين في يسوع برمي عليه بتحسي فيه من دون ما تشوفي، تسمعي من روح القدس الموجود بقلبك، وين في شغلة نار روح القدس بهيكل بإنسان أنسين ما بتشوفيها، ما بتقشعيها بالعين أو بالجسد، بتسمعيها بالروح وانت عم تصلي، حتى ولو ما شفتي ولو ما سمعتي. أنا I confirm that اسم يسوع المسيح، وبعلن أن روح القدس موجود فيك وموجود بكل حدا هلأ على هلأ بالتيمونياج، كل حدا شعلت نار روح القدس اللي هو اللي هي بقلبنا اللي هي يسوع، كلهم هم انتو عم يقول لك نحن بنحبك يسوع كتير بحبك، بس ما عندش تاني زيدو. أنا أحبك بكلكم. مرسي مرسي أكثر. Thank you, Hector. ومع بال مية كان عيدك من كم يوم. صحيح. دقيت على يدك كمان كمية ميديجورية. مرسي جاد، لأنه أنت يعني أنت أحلى هدية كانت بدوميل ديزنر بحياتي، والمساجين كلهم وراك. مرسي كمان، أحلى هدية لكتير ناس. الله يبارك. مرسي. جوجو جوال أبو حيدر تفضل. شارلوت أنا بشكر الله قدي حربصت لفوت اسمع تمونياجك، بقيت نص ساعة وجاد وشاهد ويعطيني أنه مفول اللينك ومفول اللينك ومفول اللينك، لدرجة كنت مع ناس قالوا لي خلص ما خليكي معنا، ما إذا مسجل ترجعي بتحضريه. قلت لهم أنا هيدا التيمونياج فاتي عليه لأن لازم أسمعه، فالي لكون جاهزة لأني لحفوت ولازم أكون لحالي وقت أفوت. ما عم بقلك هيك لأني كان عندي ثقة بفيك لأنه ما كتير بعرفك، وما كان عندي ثقة بحالي لأنه ما فهماني شو عم بعمل، بس كان عندي ثقة بالنجمة اللي أنت لحقتيها ويلي صدقت صوتها، وعصداها أنا هون وعصداها جاي قلك لبكتينا وبلكمتينا، وإذا رفعت إيدي لأحكي هو لأنه عبالي أسمع حالي ما عم بعرف أحكي. يعني أنا اللي بعرف عبر كتير كان عبالي حط حالي بموقف اللي هو هلأ أسمع حالي ما عم بعرف شو بدي أقلك. ممكن هو أنه صعب، أنت صعبة وتمنياجك صعب، والكلمة الوحيدة اللي كانت عم تجي هيك على عقلي أو على لساني صعب، وقت سألت حالي شو هو الصعب لقيت بالرغم من أكيد صعوبة الأحداث اللي مريت فيهم بحياتك ويلي ما حدا شعر فيهم، وقد ما نتعاطف معك مثل ما أنت عم بتقولي ما في غير أنت والله كنتوا سوا فيهم، الصعب بتمونياجك منن الأحداث، الصعب بتمونياجك قد الله جبار، هذا الشيء صعب، صعب لأنه بيضوي على الاكتفاء تبع كل إنسان اللي قاعد فيه، وأنا أكيد أن كل إنسان انخض بمحل ما حتى لو كان معني بطريقة مباشرة أو لا، مثل ما قالت سنة ومثل ما قال فراس، ما انخض لأنه قطع بذات الأحداث تبعك لأنه ما في قصة بتشبه الثانية، وإنما انخض لأنه هالقد نور الله قوي وزعج الظلمة يلي بعدها ساكنة بأجزاء كتير كبيرة فينا. هيدا اللي بلكمني يمكن، وهذا اللي كان عبالي اختبره أني ملبك أنا وعم بحكيك يمكن، وهالقد خليتيني شوف وكتر ألف خيرك ظلمات بعد ما فات النور فيها. واللي بدي قلك هو أنه أنا لما فتحت اللينك، يعني لما كنت عم شوفك
شيء وهلا عم شوفك بوجه ثاني، وما عم بحكي فيزيون، ما عم بحكي ورقيات، عم بحكي فيزيك واقع وشي كثير ملموس. شفتك بنت عمرها 7 سنين وبش عم مش عم بحكي كلام هيك انه كلمات مصفوفين ووزنهم حلو على السمع وبيحملوا مشاعر فيهم روحانيات، لا 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 ابدا، عم بحكي عربي، عم بحكي عربي مثل ما هو. شايفتك بنت عمرها 7 سنين، شايفتك صراحة وجهك بيشبه القربانة، مش لأنه مدور ومش لأنه شيء، بس لأنه هيك الكلمات عم تطلع مني، وشايفتك بريئة كتير، مثل كأنه بعدك خلقاني هلأ، مثل كأنه كل اللي شفتيه من الدنيا هو بياض، وقد ما تشبعتي من بياض الدنيا صار لون الدنيا على وجهك. يمكن هيدا بالكلمات العربية بعرف أقول هيك من بعد تمونياجك ومعرفتي فيك ومعرفتي بإيمانك يلي مثلتيه. حطيت كل إنسان وأنا بأولهم، حطيتيني بمواجهة كتير صعبة، لأنه إذا يسوع عمل بحياتك هيك ما لي حق أنا أبقى بحياتي محل ما أنا. بقى اللي بدي أقول لك إياه مش مرسي، اللي بدي أقول لك إياه مبارك الخضة اللي كل إنسان حس فيها، مبارك إنه كيف تبلكم لسانه حتى لو شفتيني عم بحكي وكلماتي متجانسين، بس صدقيني إني كتير مخضوضة وكان على قلبي افتح الميكرو واتلبك، ما بعرف ليه كان بلي حط حالي بهالموقف. بقى مبارك الله وطلع صادق بكل وعوده، مش لأنه قالن بالكلمة، ومش بس لأنه الكاهن بذكرنا فيهم، ومش لأنه قام من بين الأموات وبعده عايش، ومش لأنه لقد تم، لبل أكثر لأنه في شارلوت حكيت وشهدت وحياتها لخصت كل اللي قاله يسوع وكل اللي بيقدر يعمله وكل اللي بعد رح يعمله فيك ومن خلالك. آمين. آمين. يتمجد اسم الله بحياتك. آمين. آمين. وإن شاء الله يا رب يا رب صلاتي إليك تخض ناس قد ما في بهالناس كون صراحة، هيدي صلاتي إليك. وبدو أطلب منك طلب، هو الطلب بالقانون بيقول طلب معلق على شرط ملبكة، هي بس أحلك شو هي. في نية رح سلمك إياها بس مش رح سلمك إياها هلأ، رح سلمك إياها بوقت معين، وقت سلمك إياها بعرف أنك رح تحمليها تحت الكرسي وبقلبك وين ما كان، بس رح سلمك إياها قبل ما أكون واثقة منها تعرف شو عم سلمك. ميرسي ميرسي شارلوت. Thank you. ميرنا. واو كتير صعب الحكي من بعد جوال. جوال في كتير اشياء قلتيها، جو كونفيرم جو كونفيرم جو كونفيرم، خاصة وقت حكيتي عن شارلوت هيدا الوجه اللي بيضوي. عن جد من بعد التيمونياج وجهك عم بيضوي نور كتير قوي، هيدا النور فات على قلبنا، فات على قلبي شخصيا. انا بدي فرجيك شيء، اكيد عرفت شو بدي فرجيك. هيدا الانج غارديان اللي اجا من بعد ما انا تعرفت عليك بالافوزيون دي الاسبري وصرت سميك قبل ما تجيبي لي الانج غارديان، بيتيت انج دو مون كور او انج غارديان دو مون كور، واجا هيدا. نحنا من اثنينتنا منعلم كاتيشيز، انت عم تعلمي كاتيشيز وانا بعلم كاتيشيز من زمان، ونيالهم تلميذك، نيالهم هالولاد الصغار اللي انت عم بتسميهم رسل وديسيبل اللي رح ياخدوا منك هالشغف بيسوع، هالغرام بيسوع،
ونيالنا كلنا على هالتيمونياج اللي أخذناه اليوم، نيالنا على وجودك بحياتنا وبالسورس دو فيف وبالميساجي دو ماري اتسترا اتسترا. ما رح طول أكتر من هيك لأنه صار الوقت كتير مؤخر على الكل، بس بدي أقولك مثل ما قالت جوال كمان ومثل ما قالوا كتير تانين أنه هيدا الشيء اللي قلتي اليوم كتير قوي وكتير عميق، وانت عم تقولي أنه انت ما شفت بسيكولوج وما عزت بسيكولوج، أنا بقلك انت رحت عند أهم بسيكولوج اللي هو يسوع المسيح، هاي شهادة بسيكولوج بقى. مرسي على كل شيء، ومرسي ليسوع، ومرسي على جوسبا اللي بتحبك كتير واللي عزمتك عزيمة خاصة لعندها على ميديغوريا، ومرسي جاد وزينة على كل هالمونيجات الحلوين. أمين. مرسي. لا أنتوني أبو حيدر. شو بدك تقول شيء؟ شو بدك تفتح الكاميرا؟ انه بعد ما سألتني اكيد. شارلوت انا ما رح I will not dilute كل شيء قال already، بس بدي اقول لك انه الله يباركك، وعن جد Jesus is alive، يعني هيدي شهادة حياتك إذا بدي حط لها تايتل هو إنه يسوع حي. بكل شهادة الحياة تبعك استفزتني جملة ضليتك تعديها، رجعت استوعبت إنه هيدي الجملة هي ذاتها أوقات بيستعملها الله معنا، يلي هي هلأ بعدين تفهموا ليه. إذا بعد لي كم مرة قلت هلأ بعدين تفهموا ليه، صرت كل ما تقولي هلأ بعدين تفهموا ليه بقول خير هلأ بدي أفهم ليه. فعن جد كل ما تقوليها أعمل فلاش باك على قصص صارت بحياتي بعدين فهمت ليه، يعني مش ليه لأنه الله سببها، بس ليه لأنه الله استعملها. يعني I confirm كل شيء قالته سانا، بعمل copy paste على كل شيء قالته وكل شيء طن بدينتها. أنا كتير هيك تذكرت إنه الفيرس بيقول all things are made for good for those who love God، يعني كل شيء يقول بالخير للذين يحبون الله. يعني كل شيء صار معك هو سبب لتيموانياج عن الانتصار وعن الفرح. يعني اللي بيسمع أول بارتي بيقول إف إنه شان بسمع، وبيرجع بيفهم ليه بس يسمع تاني بارتي. فبدي أشكر الله عليك وعلى قوتك، قوتك فيه أكيد. أنا عندي سؤال، هلا ما بعرف إذا كتير هيك شخصي، بس انه اكتر شخصي من التيمونياج اللي اعطيتيه كله ما بعتقد فيه، سو اسمح لحالي اسأله. بالتيمونياج قلت عن 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 امك وخيك واختك انه منو بالتيمونياج، وانه هن بيعملوا انه بالديانة الاسلامية، يعني بيصلوا الاسلام وهيك. انا تذكرت فيرس، فهلا رح اقري لك اياه. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. يعني دايما كون حاضر تجاوب للشخص يلي بيسألك شو مصدر الهوب، يا اما الحب يلي عم بتحبيه يلي عندك. سو سؤالي هو، إجا هالوقت اللي عم بيسألوك شو المصدر، وما رح أسألك إذا حاضرة لأنك حاضرة، بس عبالك إجا؟ ما إجا الوقت لا، بس إني بيعرفوا إنه أنا عم بتغير وأنا عم بتحسن بعلاقتي معهم وبمحبتي لهم، وهذا شيء عم بشتغل عليه كتير أنا، مش شوي يعني. هذا الموضوع أخذ معي وقت لحتى أنا أقبل هني، مش لحتى هني يقبلوني. كان
اللي عم بشتغل عليه انه انا اقبل، انا مش طالبه انه هن يقبلوني لانه انا مقبوله صرت. ما قصدي انه ما بقى بهمني حدا يقبلني، انا صرت قابله حالي. اذا هن قبلوا اوكي، ما قبلوا بس أكتهم، بس انا رح ضلني موجوده لانه انا خلقت بهذه العائله، ولهذه العائله ما خلقت بغير محل، بهذا المكان وبهذا البيت وبهذا الجو، مش رح اترك، مش رح فل، ومش رح اتخلى. يلي انا نطل معك 48 سنه لحتى تكون هون عم بشهد، مش رح يقدر يعمل عجيبه بعد معهم. شك بالموضوع، عندي كل الايمان، وقلت لكم نطرتكم يعني نطرتكم، ورح يجي الوقت رح تكونوا كلكم عندي بالبيت، نهار اللي يكون ربنا حاضر وانا حاضره وهن حاضرين، الباب بيت رح يكون مفتوح اكيد. امين. وبعدك اذا مسافر رح اجي. ان شاء الله. رندا، قبل ما تحكي رندا بس خطر. حطي ميوت. قبل ما تحكي رندا، رندا فيقت المسار كله دقة أزد، وفتحت بيتها وفتحت عائلتها وفتحت كل شيء كرمالي على ما كانت تعرفني. وبشكر الله على الحب الكبير اللي كنت على طول بتعطيني اياه. نشكر الله عليها. احنا عنا كومبليكاسيون اثنين كمبيوتر مفتوحين مع بعضهم. انا اول شيء بدي اشكر الله على شارلوت على التيمونياج، بدي اشكر الله على وجودها بحياتي. احنا تعرفنا اول مرة، كانت اول مرة مسافر ثانية نعم جيكوري. انا بكل السفرة ما تعرفت على شارلوت، بس نحنا وراجعين طلعت قاعدة حدا بالسيارة، والرب هيك راد لانه هي شاركتني شيء كتير اثر فيني. من هيديك اليوم فاتت على قلبي وصارت جزء من حياتي ومن بيتي وكلنا. يعني شارلوت لقلنا محلها كتير 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 غالي. أنا بس يلي بدي أقوله أنه أنا بكل هالمسيرة مع شارلوت أنا شفت عمل الرب، شفت عظمته وبدي مجده وسبحه على كل شيء عمله فيها. شارلوت عن جد كانت محارب هيك شوي، بتطلع نزول وهلأ ما بتطلع إلا طلوع إلا بالصليب، والضحكة يلي على وجهها بتعدينا كلنا وبتكبرنا كلنا. وأنا جزء من الشمينمان تبعي هو الشمينمان تبع شارلوت. أنا هي كانت كل ما كانت عم تكبر كنت عم بكبر معها، كنت عم كون تيموا لعظمة الرب ولحضور الرب وكيف بالتفاصيل الصغيرة وبالأوقات المناسبة على طول هو حاضر هو حاضر هو حاضر. دونك مرسي شارلوت على التيمونياج. أنا بدي أشكرك لأنك أنت البتيت أنش تبعي وكتير بحبك. أنا خبرت شيء رندا، من وقت من ميديغوريا لهلا كل سنة عيد الميلاد أنا بكون عنده، أنا بعيد بالبيت عنه عيد الميلاد يعني. فإذا ما في رندا في حدا تاني بيتبناني، فبحب كتير بحب أتشارك هذا الشيء وما بستحي فيه، لأن رح يجي نهار مثل ما قلت لكم رح يكون بيتي مفتوح إن الله راد. شارلوت أنا I will adopt you. Thank you. صار كتار هلا مش رح لحق بعد. وأنا كمان شارلوت. Thank you. أنا بدي أخبركم جاد، لما قال لي أول مرة عن تيمونياج نهار أحد، وعادة أنا ما في حديث بيني وبين جاد، لما قال لي البونجور أنا كنت أكيد إنه هذا بده يقول لي شيء عن تيمونياج. اللي كنت قاعدة فتحت وقلت لي هيك، اللي قاعدين قدامي جاد فكروا لسه محلة في شيء كراف صاير معي، لأنه أنا برزقت كل سوا وقفت بالمحل هيك جمدت أنا. لا وبشكرك انك اعطيتني هذا الوقت الكافي، لانه كان بده يكون وقت صلاه، لانه يلي شاهدت شيء اليوم لو ما في روح القدس وكل الملائكه كل اللي حملوني بالصلاه انا اكيد ما كنت قادر اعطي تيمونياج مثل ما هلا اعطيته.
فنسي جد ماشي نسي جد. نشكر الله و بس لنوضح للناس انه مش ما في حديث بيني وبينك. لا لا ما في حديث انه على بكره انه ما بلا في حديث بس انه مش دايما يعني مش من مش مثل ما انا مش مثل انا عم جرب عم جرب جاد اعمل جسر تواصل انا وياك يعني بس بشتكي من يوم ورايح خلص بعت لي الترتيله بصير في جسر على طول هلا لا بالعكس ما راح ابعت لك اياها لتضلك عم تسالي بس لخبركم بعد عن جد كل ترتيله بعيشها بالعمق وهذه الترتيله 7 دقائق يمكن سمعتها ما بعرف كم مره وفي عندي ترتيله ثانيه كده لسه كنا عامل تيت ايفانجيل ما في لكم شو بتعمل رحمه الله كثير كبيره والتراتيل والكلمات الله بتدخل بتعيش لو يعني في أشخاص إنه ما فيهم يحكوا بس فيهم يسمعوا ما فيهم يشوفوا بس فيهم يسمعوا يعني أكيد عم يسمعوا أكيد عم بحسوا أكيد الكلمات والألحان والموسيقى بتغني وبتعيش إنسان أمين أمين. هلا مع ريتا بدك تنتقلي على القهوة تفضلي ريتا. يا الله كنت جاي أولى مش مسموح جادو. بدك ريتا بتعرفني لا ريتا شايفتني وبتعرف بس لخبرك شربت معي قهوة كمان بس أكيد بدنا كتير فنجين قهوة. أنا بس بدي أنا ما راح أرجع أقول كل شيء اللي نقال بدي أقولك بس إنه ركعتيني معك ضحكتيني معك وبكيتيني معك وهو اللي بيجمعنا هو حبوب المسبحة اللي بيكرجوا بين أصابعنا وقت ما نكون عم نصلي مع بعض و الله يباركك. وأهم شيء في شغلة كنت دايماً عم بتضلك تعيديها أنه أنت كتير مغرورة وأنت بتشوفي من حالك وأنت 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 حلو كتير وقت we can see our إذا بدك مرات النقص اللي عنا إياهن وبس أنا ما شفتهم هيك أنا بشوف أنه هيدا هو الفخر to be the daughter of the king مش غرور عقد ما بتعطيه من وقتك وعقد ما بتحبيه وعقد ما انت عايشة فيه وهو فيك وصرته كأنه شخص واحد it's the certainty انه انت بنته وبتمنى لك الملكوت. امين. حبك شارلوت. I love you more. Thank you, Rita. Raya. Bonsoir. Hi, Charlotte. كيف حبيبتي؟ سامع؟ أنا ما فيني زيد حكي على كل يلي قالوه وأنا معهم 100%. أنا بس بدي أشهد على عمل الرب بحياتك لأنه أنا مزبوط ما كنت معك كل الطريق بس كنت معك جزء كبير من الطريق وبدي أشهد لعمل الرب فيك وبدي مجده وباركه وقلك إن شاء الله دايما دلك إيدك بإيده ودلك ماشي على الطريق الحلوة وجرتينا وراك. أنا كثير بحبك. أنا كمان ليا شارلوتا. شارلوتا يا شارلوتا اشتقت لي كتير كتير. أول شيء أنا كمان كتير قد الدنيا. ثاني شغلة أنا بس لعقلبي أقوله إنه بحس هالمسيرة تبعك هي اكتشاف تاج كان عندي كل حياتك بس ما كنت اشعتي وبس اشعتي صرنا نحن اشعين وتذكرنا التجين اللي نحن عنا اياها. بقى بسلم من قلبي اليوم انه
هيك هالإيدنتيتي اللي عندك إياها بيقلة تضل وتثبت أكتر وأكتر وأكتر. وتذكرنا إنه الإيدنتيتي الفرتيكال لطلوع هي أهم بكتير من الأوريزونتال اللي عنا إياها من هالدنيا. بقى بشكر ألا كتير كتير عليك، وبشكره على هالتاج الحلو اللي على راسك اللي أنا مرة جربت على عيدك أعمل لك واحد بشبهه، بس أكيد ما خصه بجمال اللي ألا عنده يلا إليك. وده بس زيادتكم أنت يعني شهدتك بتذكرني إنه nothing is impossible with God. وناطرة أشوف الإبيزود الجاي والبعد السيزن الجاي من الـ من الـ من الفيلم، لأنه عن جد نشكر الله و the best is yet to come. أمين أمين أمين. بعد ما شفت أحلى أيام بحياتك جايين. أمين. نجار. Oh, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Charlotte, نحن شهدتنا مجروحة فيك. أنا بعرفك بكذا جروب، يعني معك بكذا جروب، وبفتخر أن أكون دايما معك. الأحلى شيء بشارلوت أنا اللي بلاحظه أنه elle est toujours la même. يعني وين ما بتكون بكل جروب هي هي. ومش معقول انه تمر شغلات بلا ما تخلي اثر بالشخص اللي بتتعرف عليه. سو شغلات انا اللي بقدره فيك تواضعك عن جد، لانه اللي صار معك بحياتك انت واللي قدي عمل الرب كان قوي بحياتك بخليك تكوني شخص فيه خليك يكون شخص كتير مغرور بحاله، بس انت مش هيك. انت من أطيب الناس يلي الضحكة ما بتفارق وجهها، يلي بتطلب من كل العالم انه يضحكوا، هيدا اللي انا كتير بحبه فيها. شخص يلي مرق يلي مرق فيه شغلات انا بقول يمكن ما بيضحك قد ما هي بتضحك، بس لما يسوع حاضر فيها يعني شو بدنا نحكي عن ميزات شغلات ما بنخلص من يوم لبكره. نحكي عن يسوع، نحكي عن يسوع احلى اكيد. ما هو عم بيشتغل فيك، هو عم بيظهر هالميزات الحلوه، غيرتك على يسوع، غيرتك كيف تركض بالكنيسه لحتى تامن كل شيء. يعني ما بحق لنا نحن نقول انه ما عندنا وقت لنصلي. شغلات بتقوم الصبح بستة الصبح بتكون بالقداس، بتركض على شغله مينيموم بيطلع لها قداسين بالنهار، يعني هيدا مينيموم النهار اللي ما بتقدر قداسين شغلات مع كل شغلة. فبتأثر بكل واحد فينا، وما بيقدر واحد إلا ما يلحق طرطوشة هيك شوي مثل ما بتشعي شغلات بتشعي علينا. وأكيد أنه في كتير ناس لمستيون حتضلك تلمسيون. أنا بشكك على شو أنت، أنا بشكك على شو أنت شغلات. ومثل ما قلت رندا، كلنا منكبر، كل ما منشوفك منكبر كمان نحن معك زيادة. بقى منحب كتير شغلات والله يباركك. وأنا كنت دايما أقول يا رب اعطيها لشغلات، كنت أنت دايما تقولي بدك توصلي لهيدي اللحظة تقدري تعطي فيها تيمونياج. بقى أنا بقول جلوار أديو لأنك وصلت لهيدي اللحظة، وحاسة بفرحك، حاسة أنك طايرة طايرة هلأ من الفرح لأنك حققت فشخة كبيرة بحياتك. So we love you. I love you too much. Bonsoir. Merci, Charlotte. Charlotte, أنا بدي لك بعد مرة. Merci. Merci على اللي على التمانياج اللي عطيتي. أنا شخصياً بسأل حالي دايماً بكل شيء بيصير، شو الشيء اللي سمعته أما شيء شفته، شو فادني، شو زاد على علاقتي بعلاقتي بالمسيح. أنا بقدر أقول لك أنا هيك الديسيرمنت تبعي للأمور. أوقات بنسمع أخبار عن أمور عم بتصير بالعالم، عم نسمع أخبار عن
يمكن ظهورات، يمكن نسمع أخبار عن لفات، شو ما كان. الكريتير الوحيد اللي بيخلينا نعرف إذا هذا الشيء منيح ولا لا لقلنا هو اللي سمعناه، شو بيأثر، شو بيفيد، شو بيزيد بعلاقتنا بيسوع. أنا بقول لك إنه أنت اليوم تيمونياجك فاد وزاد وأثر بعلاقة كتير ناس بيسوع، وهدول الأعمال يلي بيأثروا بيفيدوا بيزيدوا بيغيروا بعلاقة ناس بيسوع هن أعمال مباركة، هن عمل الله وإيد الله فيهم. إذا جوال شافت وجهك غير، وكتير ناس عبروا عن هذا الشيء، هو لأنه أنت حامل فرح، مش بس أنه أنت علنت حياة انتصار يسوع بحياتك، إنما من خلال اليوم اللي قلتي في كتير قصص تغيرت وعم تتغير بحياة كتير ناس. يسوع كان الليلة هون حاضر بلقائنا مثل ما هو حاضر دايما، إنما نحن قدرنا نشوفه. بشكر الله عليك، بشكر الله على كل شخص أثر وغير بحياتك. ذكرت كتير منه الليلة، في كتير ناس يمكن ما قدرت تذكريهم. نشكر الله على هدول الأشخاص اللي بيوضعهم على طريقنا، اللي هن بيكونوا هذه النجمة اللي بتضوي لحتى نقدر نعرف نكمل نوصل لعنده. أحلى شيء قلتي ورجعوا قالوا لك إيه، هو إنه إذا عليك ترجع تعيدي كل شيء لحتى ترجع تحصلي عليه رح ترجع تعملي هذا الشيء. لا، وقلت انه ما عدت تطلبي انه انت تكوني مجوزه لانه نلت احلى عريس. نحن بنهنيك باحلى عريس، نحن كلنا بنحبه للعريس اللي انت. انا بغار عليه كمان، خليك تحبوه اول غار، انا ما بغار، خليك كلكم تحبوه. ايه اكيد اكيد، لانك بتعرفي تحبيه. مرسي على كل شيء. ونحن الليلة بنختم اللقاء معك. جمعة الجاي الأحد الجاي بيكون في تيمونيال جديد، رح نبعث بكرة الأنونس تبعه. وثانك يو، الله يباركك. إذا بتحبي بدك تقولي شيء قبل ما نعمل آخر ترتيلي. أنا بدي أقول يعني كل اللي حكيته بيوقف الحكي، بس بقول له ليسوع أنا كثير بحبه وبشكره على كل شيء أعطاني ورح يعطيني ورح يضل يعطيني، وقد ما أحبه مش رح يحبني هو، مش رح أحبه قد ما هو بحبني. فالطريق بلشت اليوم، مشواري بلش اليوم. أنا اليوم خلقت عن جديد، وشو رح يجي بعدين هو بيعرف. أنا حاضر أتقبل كل شيء بفرح وأعطي حياتي ليسوع، كل المجد للأبد. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alleluia, Alleluia.